مي. اه انت استعملتي معايا منطق الاسلام، دابا استعمل منطق الانسان. واش كتظن بان الا كان الراجل كيضرب المراه الا خطات، اذا حتى المراه خصها تضرب الراجل الا خطا؟ كتبان لك منطقيه؟ لا غير منطقيه. اذا باقي كتهضر من منظور ديني. انت باقي كتهضر من انت باقي كتهضر من منظور ذكوري ديني. انا كنهضر معاك بالمنطق مجرد على الدين والذكوريه. دابا عندنا واحد الفعل، فاش كتمشي للقانون، اسمع صاحبي، اسمع عفاك الا بسمع قول. دابا القوانين اللي جابت الانسانيه، فاش كيديروا واحد القانون ما تيقولش هذا قانون خاص للرجال وهذا قانون خاص للنساء. مثلا في الضرب، اسمع وتسمع صاحبي واسمع عفاك. انا قلت لك المره الثانيه كنقول لك اسمع، المره الثالثه غنقول لك شي هضره اللي ما غاديش تعجبك. اوكي داخلين. دابا مثلا قانون الجرح والضرب، الى المراه ضربات القانون كيحكم عليها بحال واحد الرجل. ما كاينش عندنا في القانون شي حاجه كتقول هذه الا داتها المراه ها العقاب ديالها، ولا دارها الراجل ها العقاب ديالها. كلنا سواسيه امام القانون. اوكي، المنطق ديال الانسانيه كيقول لنا بان الى المراه الى الراجل يضرب المراه فاش تخطا، المراه هي عندها الحق تضرب الراجل فاش يخطا. دابا اعطيني مبرر لهذه القضيه اللي عندك، ان الراجل عنده الحق يضرب المراه ولا المراه ما عندهاش الحق تضرب الراجل. واخا انا غادي نجاوبك بعد على النقطه اللي قلت ديال هذا المشرع اللي جاب القانون الوضعي سواء في المراه والراجل، بين الذكر وانثى في الضرب والجرح، بين ذكر وانثى. اما زوج وزوجه راه ما سواش في القوانين. نعطيك مثال، ملي انا كراجل عندي امراه بغينا نمشيو نطالبو، ملي كنمشيو عند المحكمه راه هي كيعطيوها حق وانا كيعطيوني حق اخر. فهم كلام؟ اذا كاين واش محكمه دينيه عندها تشريع ديني بحال هذا الشيء ديني وغير ديني؟ شوف المحكمه اللي بغيتي انت، عرفتي اش غدير اخويا؟ انا ما غاديش نبقى نهضر معاك، حتى يرجع لك الوعي ديالك، الوعي الانساني ديالك، عاد غادي نهضر معاك. انت باقي كتهضر معايا مع بواحد الوعي قريشي، فهمتي؟ شي ناس شي ناس ادل من الانسان البدائي. واش غنقول لك؟ الله يهديك. صحيح. ممكن كريمه، اشنو مستواك الدراسي يا رولاكس؟ ماشي بركه، قريب الحال داكشي، ماشي بزاف. شي بركه بسيطه بزاف. ماشي بركه. انت الاعدادي ولا بغيتي كاع تعرفي؟ خويتي سال الاعدادي. اي غيكون واقيله. رولاكس شنو الفرق ما بين التشريع والدين؟ التشريع سير، خاصك تجبد، البخاري. الفرق ما بين الشريعه والدين. كنت كنهضر على بوب. ذا فاك، اسمح لي سمعتي. قلت لك خاصك تبحث، وباش تبحث خاصك باش تدخل في داك الشيء، باش تبحث الدين، تبحث في القرآن وتفسر الآيات وتفسرهم بالتفاسير المعتمدة. هذه مسائل كلها خاصها واحد المجهود. إلا قدرتي دير هذا المجهود، يقدر واقيلا يتحرك عندك واحد البلاصة في المخ، في حاسة الإدراك في المخ، غتحرك يتحرك لك واحد شويه المنطق. مال سينو راه صعيب عليك صراحه. انا فاهمه بيان ليغ كيهضر بالمنطق، ولكن راه صعيب. خاصك تبحث، وباش تبحث خاص يكون عندك مستوى دراسي اعلى من الاعدادي.
مع الاسف. المهم بصحتك وراحتك داكشي اللي انت فيه. الا قدرتي، ما عرفتش واش تقدر ولا لا، الا قدرتي تحل الكتوبه وتريح، وعندك باش عندك الوقت وعندك الماده باش تجلس وتريح وتقرا القران ديالك، وتقرا التفاسير المعتمده ديالك، وتقرا الحديث ديالك، وتجبدهم وتسهر عليهم، هو داك ما قدرتيش. غير بقى خويا، غير بقى هكاك والله، غير بقى ضرب المرا شي نهار غادي غيجيب لك غيجيب لك شي وحده اللي غادي شي وحده اللي غادي تضربك وما تقعدش. واخا دابا انا سمعت النصيحه ديالك وسمعتك حتى كملتي، ممكن انا تخليني نقول واحد الكلمه؟ ما دير اخويا، قول اخويا قول. واخ الله يبارك فيك. اللي بغيت نقول لك هو انا راه ماشي علاش دابا كتجيب كتحط واحد الحاجه اللي ما عرفتش كيفاش، واش دابا كيتصور لكم بانه هذا الانسان المسلم اللي كيصلي غير داخل كيضرب في هذه المراه خارج كيضرب فيها؟ لا راه ما يمكنش، راه ما كاينش هذا الشيء، راه هو انسان وبشر وتيحس وتيعيش كما تيعيشوا جميع الناس، كي وقت سميتو وقت كذا راه كذا، وقت كل حاجه وبلاصتها. انا اللي نقول وقت الضرب بلا ما تقول وقت كذا كذا، قول وقت الضرب راه وقت الضرب. كضربها غير مره ياك، كضربها مره كضربها مره ياك. خليني تهضروا حتى تكملوا، حاوت انا تخليني نهضر تنكمل. الله يكرم. واش انت فين ضربت مرتك؟ لا كنسولك هي، كنسول بلاتي. واش انت فين ضربت مرتك؟ غنكمل مع الدكتور. واش انت فين ضربت مرتك؟ مزيان نكمل مع اخ، ما تعجبنيش حاجه. اللي غير بارك عليا عييتي، هذا الحوار ما عندكش ما نخليكم حتى تكملوا هضرتكم وعاد باش كنبدا نداوي. واش انت فين ضربتي مرتك؟ انا فين ضربت مرتي؟ فين ضربت شي مره يمكن ولا جوج؟ الله يعطي لباباك شي مصيبه. دابا حتى شكون يقول الله يعطي الباب؟ انت كتامنش بالله بعدا باش تعرف بان الفطره عندك فيها الله. حصلك الله يتحصلك ابو. المهم حصلك عاقبك واعر، الله يتواعر بالله. واخا حتى المستوى الدراسي عنده شويه محدود، والله تصرعتي. برافو عليك خويا رولكس، الله يبارك فيك، نسال الله لك الهدايه. المهم اللي بغيت نقول الاخت ديالي نصحتيني باش نفع راسي في الدنيا وما نبقاش مشموت في واحد الوقت كنضيعو اللي كيبان لك يمكن كنضيعو في حاجه خاويه. فانا كنصحك وكنقول لك حاولي تبحثي من جهتك وبحثي على الحق وقلبي على الحق، وراه كاين راه كاينه حياه بعد الموت. تهضر معايا انا دابا؟ انت كتهضر مع المراه؟ اييه حيتاش كنصحتيني انا بغيت نعاود نصحك. انا بغيتش تهضر معايا وكتهضر معايا هي اللي مراه. واش تهضر معايا انا؟ فوت عليك هي، فوت عليك. لا حيتاش هي بغات معايا. راه انت ماشي راجل بعدا كتضرب المراه. واه انت ماشي راجل وشماته وحمار وموسخ. هذا مستوى دابا؟ هذا ماشي مستوى يا اخي. انا راه كنهضر معاك حيتاش باغي لك الخير. والله سيدي لا كنهضر معاك ماشي منطلق باغي نفحمك باغي كذا، لا بغيت نضربوا عيالاتنا حنا، باغي لك الخير. بغيتي واش الخير هو نضربوا العيالات ديالنا؟ صح. لا وانت علاش حصرتي الدين كامل في نضربوا العيالات؟ حيت فيه ضرب واش اللي كاين في الدين ولا ما كاينش؟ عاشوه بري في حوايج اخرى، راه كاينين شي حوايج اخرى ماشي في الضرب ديال العيالات. راه النبي صلى الله عليه وسلم بغى يموت قال رفقا بالقوارير، وهذا حديث كيوصينا عليه، وقال لنا استوصوا بالنساء خيرا. قوارير جمع قاروره هي القرعه. هذا راه عاش في الحديث. المهم في التفسير ديال الاحاديث بينوا بان يعني هي على حساب النساء، وقال لنا هذا الصريح، قال لنا استوصوا بالنساء خيرا. والدين ديالنا سمى القران كامل ما فيش سوره سميتها الرجال، ولكن في سوره سميتها سوره النساء. فين ضربتي المراه؟ فين ضربتي مرتك؟ فين ضربتي؟ صافي تعال شوف راه غادي تخرجنا من غير موضوع. غير موضوع دابا غير تسابوا سميتو، راه ما عندناش وقت السبان. دابا حنا كنتناقشوا في موضوع الله سبحانه وتعالى في القران ما ذكرش سوره في القران ديالنا في الدين، ما ذكرش سوره سميتها الرجال، ولكن ذكر سوره سميتها سوره النساء. ومن اللي بغى يذكر لنا حتى في من القران بغى يذكر لنا من اللي ذكر على الرجال يهب لمن يشاء اناثا سبق الاناث هما الاولين ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا. يعني الدين شرف المراه وعظمها واعطاها مكانه،
علاش تمشي بالضبط لهذيك الجزئيه؟ يلا عندنا سوره الكافرون، حتى الكافرون حتى ما كرمنا. لا لا ما كرمش. كيفاش واش تاع عندك، واش تاع عندك مخ ولا حجره؟ كيمشي الصوت يمكن. كاين صورة النمل، النمل حتى هو راه كرم الله النمل. اطانسيو رولاكس رولاكس، اش دارت لك مرتك باش ضربتيها؟ شنو دارت لك؟ اشرح لينا كيفاش. ما عندكش حق الدخول في حياتي الشخصيه. انا نسولك اصاحبي، اللي نقول لك انا وانت دابا جيتي ضربتيها. دابا شوف انت غادي تهضر في موضوع وغتناقش موضوع عام تناقش فيه، بغيتي عاد تبدا تساب وداك الموضوع الى طلقها ويبقى تهضر شخصي انا. وتهضر كتناقشوا في موضوع عام وترى المصيبه دابا هي احنا ما هادشي في هاد العذاب اللي كندوزو في الدنيا. تخيل دابا المصيبه انك انت درتي واحد، راه درتي واحد تعذب في الدنيا وغتعذب في الاخير الى متي على هاد الحاله. احنا بغينا نعاقبوك. تتخيل دابا انا كنتناقش معاك باش نعاقبك من النار وانت تتناقش معايا باش تصغر مني وتقلل مني. انتبه اش تدير استاذ، عرف اش تدير وحاول تسمع. واحد الشخص شوف 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 تعديتي على واحد الشخص، تعديتي على 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 واحد الامراه. راه شوف اطونسيون، راه حنا دابا حنا دابا هادشي اللي درتي راه كارثي. لاحظي راسك كيفاش ضربتيها، اشرح لينا كيفاش ضربتيها، فين ضربتيها اشرح لينا. واش ضربة المبرحا ولا ضربتيها بالسواك ولا باش ضربتيها؟ اشرح لينا، اشرح لينا باش نفهم. وفين مشيتي يا الراجل؟ وا الراجل نقول لك شي حاجه منطقيه نتناقشوا فيها ونتذاكروا بامانه. دابا دابا تناقش معايا شي على الشخصيه الاستاذ. راه انا كنتناقش معاك ما والو، انت قلتي ضربتي مرتك. دابا انت عرسان في راسك قلتي مرتك. غادي نجاوبك ونوريك الطريقه كيفاش ضربتها. يا والله اشرح لنا يلا، انا غنسد اللايف يلا. والاولى والاخرى الله يهديكم، نسال الله لكم الهدايه وحاولوا تبحثوا وديروا بحساب راه غادي نرجعوا غدا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، وسنقف بين يديه وسيسألنا عن كل كبيرة وصغيرة، وسنحاسب عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل كلمة قلناها. راه المصيبة يا حبيبي يا أستاذ، المصيبة أننا ندوز معذبين في الدنيا ما عايشينش كما بغينا، ونموتوا في الآخرة ونتعذبوا ثاني في الآخرة. هذه أكبر شمتة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. رد بالك راه تخسر الدنيا والآخرة. الموت راه ما عارف الإنسان إمتى غادي يموت، راه ما عندناش موعد مع الموت. ما غنقولش لك أنا ملك الموت حيت أنت ما كتآمنش بيه، ولكن راه تقدر تبقى اليوم سد المايك سد المايك سد المايك. بارك من هذا الترهيب والترهيب. دابا قول لنا كيفاش ضربتي مرتك، خلينا من هذه المسألة هذه صافي. وما مرتك اشرح لنا كيفاش، لا اشرح لنا هاد الضرب كيفاش داير، ما قد تدخل تخرج في عندنا في الهضره. دابا بالك هذا موضوع باغي تناقش فيه مستوى راقي، يعني انت دابا راك كتهضر وهضرتي معايا على ان المستوى الدراسي ديالي. دابا انت علاش ضربتي مرتك؟ دابا المستوى ديالك الدراسي طالع. انت علاش ضربتي مرتك؟ هذا مستوى ديال النقاش، وراك تناقش في موضوع كبير. ركز مع الناس نديرو الشخصي. انا مرتي كون سميتو كون كانت سميتها غادي تقول لك ماشي سوقك، ما شغلكش، هي عاجبه هذاك الضرب، فهمت؟ حيت حاسه براسها مزوجه راجل، فهمتيني يا اخي؟ دابا انت عندك الضرب هو الرجوله ياك؟ لا، ولكن هاد الضرب جا في واحد الموقف من المواقف. راه مزوجين 12 عام دابا ولا 13 عام درت بزاف المرات، ماشي كل نهار تنضرب. زيد 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 كل نهار تنضرب كل نهار.
زيد شرح لنا، زيد زيد زيد. دابا المشكلة الخطأ ديالي دابا فين ضربتيها؟ فين ضربتيها؟ والتعاود ماشي هادي راه ماشي أسلوب ديال الحوار هذا أستاذ. ودابا كنسولوك أصاحبي ودابا قلتي ضربتي المستوى ديال فهمتي تناقش شي حاجة اللي فهمتي كيفاش رقاقة شوية بالنقاش، رقاقة بالنقاش شوية راه ماشي مستوى. دابا أنت اللي قلتي أنا واش أنا قلت لك أنا ضربت شي حد؟ وانا ما قلتش لك راك طرحت عليا السؤال انا جاوبتك، ولكن حبس هنا ما تبقاش تدخل في حياتي الشخصيه حيت انا ما تدخلش. دابا كيضرك دابا حيت ضربتيها ولا شنو؟ تيضرك في نفسك، كتضر في نفسك ياك حيت ضربتيها، درتي واحد الفعل خايب ياك. ارقابو المستوى يا اخي، ارقابو المستوى. دابا ضرك في نفسك بانك درتي واحد الفعل خايب ياك، هذا والله ما مستوى. صافي سكتو ربوب، اهضر معاه وانت قلق. لا ما سكت والو اخويا، راه غير دابا هو اللي قلنا فين ضرب، فين ضرب مرتو، بغينا نعرفو فين ضرب مرتو. رولاكس فين ضربتي؟ حقيقة بغيت تترقى شوية من النقاش لأن موضوع كبار من الجزئيات. دابا هي بلاتي بلاتي، دابا شكون اللي ضرب مرتو؟ واش أنت ولا شي شخص واحد آخر؟ أنت قلتي ضربتي مرتك، بغينا نعرفو فين ضربتيها. شوف دابا راه كون كنتي حدايا ما غنخليكش تهضر على مرتي، فهمتي؟ دابا راه ماشي أنا اللي ذكرت مرتك، راه أنت اللي ذكرتيها صح. دابا راه ما حدايش، دابا ما ذكرتهاش أنا، واش أنا مريح حتى قلت لك راه نضرب مرتي؟ راه أنت اللي قلت لي ضربتي مرتك. ما كنتش عارف المستوى ديالك راقي، جاوبت السؤال جاوبت المستوى ديالي. انا راقي عرفتي علاش؟ حيت انا ما نقولش لك انا ضربت، ما يمكنش انا نضرب شي مرا كاع كيما كانت. انت ماشي راجل ضربتي مرا، قلنا فين ضربتيها. يبدا عندك هشيشه بزاف، ها؟ يعني كيفاش غدير حتى تحمي هاد المرا بهاد الكبده اللي عندك؟ كيفاش؟ ما فهمتش. فهمتي شنو غنقول لك؟ خاصك ترجل شويه، تكون راجل باش هاد المرا راه لا ضرب فيها تيقولوا بالدارجه ديالنا، لا ضربت انا ما نخلي مني يضربها، رانا دايره في عيني انا كنحميها، نحميها ما نخليش مني يضربها، ما نخليش مني يضربها. دابا انت هي عندك الضرب كي بحال كي بحال الله ديالك ياك، ماشي اتقي الله. الله كيضربها ما يخلي لي يضرب. حاول تناقش اسلوب راقي كما تناقشوا الناس اللي قبل منك، علاش كتحاول تشخص الموضوع؟ ما شخصتش انا، راه دابا انت صديقي علاش كتكلم انت دابا عدي انا؟ تهضر عموما اصاحبي، تهضر عموما عموما. لا حيت انت ضربتي مرتك كامل، راح سؤال اخر، هذا سؤال ما غنجاوبكش عليه. دابا انت تبعتي الله، حاول ما تخرجنيش من الصواب ديالي، خليني انت كيفاش خدمة ديالك، نبقاو راقين ونبقاو نتناقشوا شي شويه لعل وعسى يجيب الله تعالى الهدايه. راه دابا انت بغيت تخرجني من عقلي، شكون ضرب مرتو؟ واش انا ولا انت؟ تفوت هذا الموضوع اصاحبي. هذا الله يهديك، ماشي الموضوع، فوت هذا السؤال بالضبط، هذا السؤال فوتو. واش انت ضربتيها؟ بقى في كل حال ضربتيها؟ واش مرضك هذا الشيء هذا؟
اشرح لينا. فهمني دابا فوت هذا السؤال هذا. انت منين انت منين في الموضوع عموما؟ انت منين انت؟ ما تحاولش تحصر موضوع كبير، هذا راه موضوع ماشي سهل، راك نتكلموا في خلق السماوات والارض والكائنات كلها. يلا تحصر حتى في هذا السؤال هذا، حاول تجاوز هذا السؤال. يا ودي راه الله يفرج كيسمعوا لي شحال من واحد دابا، راه انت ضربتي مرتك، حنا فين حاصلين؟ لا راه ما حصلناش مرتك، وانت راه حصلنا راه تابعك القبر وغادي تسول وغايقول لك من ربك ما بينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك. تبع دابا ومن وراء هذاك القبر راه تابعك حياه اخرى. هذا هو الموضوع اللي كنت ناقشوا فيه. اما هذيك المراه ضربت راهو برات ومشات مشات داك الشيء تراك نسيتيش تبقى في شوف نمشيو بالعقل، خلينا من هذه الهضره هذه كلها. القبار ما القبرش داك الشيء بعيد عليك، غنموت ولا غنغرق ولا غنتحرق داك الشيء بعيد عليك. انت دابا كتهضر على الانسانيه، اسمح لي دابا كتهضر على الانسانيه. بلاتي يا صاحبي هي بلاتي هي اللي كنباغو راسي. دابا انت ضربتي مرتك، واش بقى في كل حال ضربتي مرتك؟ واخا نجاوبك اييه. انت دابا هضرتي على الانسانيه، انا غنسولك انا واحد السؤال. يلا دابا مثلا حنا انا وياك وهاد الناس اللي كيتسمعونا دابا مريحين في قهيوه مثلا، اتبع لينا واحد داي الشعله فيه العافيه، انسانيين اشنو التصرف اللي خاصنا نديرو؟ لا هو واحد شعله فيه العافيه دايز مع الزنقه وشعله فيه العافيه، انسانيين اش خاصنا نديرو في عاد في هذيك اللحظه؟ انت كي غتصرف؟ لا غادي نوض نطفي، غندير شي حاجه باش نحاول نطفي. وتضرب مرتك انت؟ لا ودابا جاوبني على السؤال باش نجاوبك على هذاك السؤال، واش انت اش غدير مثلا في هذيك الحاله؟ دابا انت قلتي نوض نطفي وتنوض انت تضرب مرتك، وانت دابا واش غتنطفي ولا ما تطفيش؟ لا شفت واحد شعل في الانسانيين. دابا انت قلتي كتحمي مرتك من الناس غادي تضربها، واش مني غتحميها؟ واش من نموره ولا من سبوعه ولا مني غتحمي هاد المراه باش تعطيها القتله ديال العصا؟ ما عطيتهاش قتله. لا دابا الا انت راجل، سمعني الا انت راجل خصك تحس بالرجوله ديالك بينك وبين راسك، بافعالك، الكلمه ديالك، المبادئ اللي عندك كتامن بهم اللي هما وجه واحد، ماشي باش انك تضرب مره باش تحس انت براسك زعما راجل، ولا عجبها الحره دايره لك خاطرك حيتاش ما عندهاش البديل. باش زعما باش نكون واضحه معك، اذا هاد السيده ما عندها لا حول ولا قوه. شكرا. مستحيل مره غادي تقبل راجل يضربها باش يبان عليها هو راجل، وغادي تشارك معاه دوك القيم الانسانيه وغادي تبغي وغتسلم ليه راسها في العلاقه الحميميه وغتكون فرحانه بيه وعاجبه. انا مره غنقول لك هاد الهضره، الا قالت لك اه لا عاجبني الحال، اذا هادي كتنتقم منك بطريقه اخرى، كتعوض هذاك الفقصه اللي كدير لها ديال العصا اللي كدقدقها ولا كتضربها ولا باش كتبان انت راه واعر عليها. ما كاينش شي حاجه كاميرا مثلا تدرك الكاميرا مثلا تقبلي انك تربي وتحملي وتولدي وتربي وليداتك وتمشي تخدمي في الزنقه وتجي. شوف انا دابا ما تهضرش لي انا كاميرا واش غنخدم ونربي وندير، انا على حسب انا داكشي بيني وبين الشريك ديالي اشنو مفاهمين هكا. وعلاش ما غنولدوش ونخدم ونولد، ولا بغيت نولد وداكشي هذاكشي بوحدو نقدر، ماشي مشكل. داكشي بين على حسب الشريك ديالي، الا كان الشريك ديالي مفاهمه انا وياه حنا داكشي كنسيروا الحياه ديالنا، مفاهمين منظمين المسائل ديالنا كشخص واحد، علاش لا؟ ماشي مشكل، ما عنديش مشكل. yeah. كان عنده هو والمسائل كانت مزيانه والخدمه ديالي كانت انا شاقه، انا غندير انا دور واحد اخر وغادا هذه الحياه. المهم هو داك الشخص نكون بيناتنا واحد العلاقه زوجيه مزيانه ومفاهمين ومشارك، يشوف فيا كشريكه ليه ماشي كشخص اضعف منه وباغي يغمق عليا وباغي يعفط عليا ومشي ويخليني في الدار ومشي يزهو مع العيالات. مزيانه هذه باش كيمشي يزهى مع العيالات. نو انا شرحت بحال شرحت، انا ماشي انا شريكه ديال هذاك السيد، ماشي مو وماشي خشو وماشي ما تيقولش هذا الدور ديالي هو اننا واحد الجوج الناس فاهمين موس واحد غيدوز علينا صافي. فيه مشكل التصور ديالكم للدين، عندكم فيه مشكل. دابا حنا كنهضروا دابا حنا هضرنا على هذا السؤال، سولني على شي حاجه اخرى نجاوبك عليها. نعم على حساب بحال اش نسولك اش مو شوف انت دابا انت قلتي انا لا كنضرب باش كنضرب مرتي باش تحس بيا غنحميها، بعدا مني غتحميها منين؟
واخا واخا مثلا انا ايوا ايوا ضربها باش تحميها، علمها كيفاش تحمي راسها بعدا، كيفاش تكون مرتاح حتى الا متي مشيتي من هاد الدنيا تخلي مرا مورا كابابل بعدا، ماشي عاطيها قتله ديال العصا وعاوتاني تدبر على واحد عاوتاني عطاها قتله العصا وما عندها لا خدمه لا والو، ما عندها حتى شي حاجه. هذا هو المشكل دابا اللي كاين. واخا انا غنعطيك سؤال اخر، كرمك الله وتزوجتي ولدتي وليدات، عندك وليد عنده 6 سنين مثلا، اها، ومثلا وداك الدري شاقي بزاف، وهضرتي معاه على شي حاجه اللي غيأذي فيها راسو، دويتي معاه المره الاولى والثانيه والثالثه، ودابا انت كتهضر دابا على دري صغير ولا كتهضر على بنادم؟ راه انسان، هذيك المجوجه راه كبيره، راه انسان عاقل، هذاك اولى بالعطف والحنان، هذاك اولى، هذاك راه الحنان بجهه، ولكن لا يعني اسمعني، لا 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 راه عندها قادة على راسها وقادة على راسها، علاش غنهضر؟ راه غتفهمني، ماشي بحال دري صغير، ماشي بحال دري صغير ما غيفهمنيش، بحال بحال الله سبحانه وتعالى خلقها بحال كيف، راه ما غاديش، شكون اللي خلقها بحال هكا بلاتي؟ شكون كيفاش ما فهمتش؟ اشنو خلقنا حنا وشحال اشنو خلقنا حنايا؟ الله اي اشنو خلقنا؟ اشنو اللي اشنو اللي ماشي بحالكم؟ شنو زي اشنو حنا ناقص عليكم؟ لا ماشي ناقص، علاش غنسميوه ناقص؟ انا ما قلتش لك ناقص على الراجل، المرأة ناقص على الراجل ولا الراجل زايد على المرأة، والله عطى خصائص للراجل وعطى خصائص للمرأة. اسمعني اسمعني، الخصائص دابا اللي غتقولي هو انك غتولدي مثلا، ماشي غير الولادة واشنو؟ ماشي غير الولادة، كاين مسائل أخرى. شوف اسمعني اسمعني، قول حنا، أنت إنسان أنا إنسان، تقدر أنت تكون متسامح في شي حوايج وأنا مرة نقدر نكون ماشي متسامحة فيهم، تقدر أنت تكون إنسان اللي ماشي معصب ومبرد، نقدر نكون أنا شي صفات إنسانية كيكونوا فينا بجوج، سواء راجل سواء مرة، غير هذاك المجتمع اللي كيخليك أنت كإنسان خصك تكون انت زعما، خصك زعما تكون مسيطر على ديك المرأة، وخصك انت تكون ما تبكيش، وخصك انت مثلا تصبر كثار، وخصك، وفي الحين هذاك الشيء راه ما كاينش، هذا الشيء راه بجوج بينا واكلين العصا، بجوج بينا كيبقى فينا الحال، بجوج بينا كنتعصبوا، بجوج بينا كنبكيو، بجوج بينا كنعياو، صافي. اي نعم، دابا المهم هذه راه غير جزئيه جات وخرجنا منها من الحوار العام، غير عاي خرجنا من الحوار العام، غير هي عافاك باش انك تقول انا لا انا خصها تحس بيا راجل وانا اللي درت، غتفهم في الخاطر دابا، شوف ما كاينش الخاطر دابا، ما لي طوال الانسان شي اسئله وكتخرجوا منه شي كلمات اللي كتحطوهم معاك. اسمعني حنا بغيت نقول لك، حنا العيالات، حنا العيالات راه ما كان لا ضربتي المراه ولا سبيتها، راه واخا تجي تحزرها بالليل راه ما راه والو، باش نقول لك عندي سؤال، عندي سؤال رولاكس رولاكس، والد وليدات نتايا؟ أيه. عندك بنية؟ لا. ما عندكش بنية؟ يعني جوج وليدات. هاكاك داكشي علاش. ولا شفتي امك كتبكي باك ضربها، اش غادي تقولها رولكس؟ والله ما عرفت علاش شخصنت الموضوع، ما خصمناش صاحبي الموضوع، انت دابا قلتي كضرب المراه ديالك، انا ما قلتش انا راه اخت خوخي جواب عفوي، انت عموما اسمع صاحبي اسمع، دابا خوخي قالت لك واش عندك بنت، كنعتقد بان كانت غتقول لك واش بغيتي راجلها يضربها فاش تتزوج، ما عندكش بنت قلنا غادي نلقاو حل اخر، هي امك، واش تقبل ان الاب ديالك يضرب الام ديالك؟ كيفاش نقبل مثلا؟ شنو تقبل كيفاش كتجيك فاش ما كتبقاش فيك امك الا كان كنتي انت شادك في يديها وكتبكي ولا مريح حداها وهي كتبكي وكتسولها كتقول لها علاش امك كتبكي؟ تقول لك ضربني باك، واش غتجيك مساله واش غتبقى فيك امك ولا غتقول الوالد ديالك ما تضربش لي امي؟ نضرب ونقول لي علاش ضربتي امي مثلا؟ لا غتقول لي ماشي الضربه، انت اللي كتشخصن، قلت لك تقول لباك ما تضربش يا امي، ولا كنتي كبير وكتافك عراض يا تقدر تنوض وتخلي دار امو تقول لي علاش ضربت امي؟ اش بان لك؟ ما غاديش تبقى فيك الوالده ديالك كتبكي؟ انت ما غاديش تطلع واحد الطفل شويه مريض وشويه
لحقاش الأم اللي غادي تشدك في يديها كانت كتبكي وكانت مقلقة، حتى زعما غادي يطلع واحد الطفل نجيب منتج، غطلع واحد الإنسان عنده واحد المرض. هذاك الرولاكس راه مريض مشى، لا ما يقدرش يجاوب، ما يقدرش يقول لك أنا ما بغيتش باي، حيت غادي يضرب كل شيء في الزيرو. عرفتي عرفتي فرحتي، هاد الجملة الأخيرة، هاد الجملة الأخيرة أي واحد غادي توصلوا للصميم واخا يكون عمره ما شاف الحرف. عرفتي فرحتي هاد الجملة الأخيرة، أو مان ذات واز أجريسيف. عرفتي قلت فاش قلتي لي أمك غتشدك في يديها وغتكون باكية، لحقاش هاد الشيء كلهم حسوا بيه، هاد الشيء كلهم دازوا منه. عرفتي فين عرفتي حطيتي صبعك في واحد البلاصه اللي عنده محلوله، واحد الجرح محلول باقي ايه واقيلا جا داك الفلاش باك، مو كانت كاتب كي باين باين بان مو كانت كتضربو داكشي. آه ماشي كتضربو، ما تزناش فيه حنا، لا تقريبا وي لا وي عندي علاش جبدنا هذا الموضوع ديال الام؟ هو فاش قال لنا هو الا شي واحد طوموبيلات خصهم الميكانيسيان اللي صوب الطوموبيلات وداك الشيء، والله كيعرف المصلحه ديالنا، داك الشيء علاش قلت لي انا اوكي الله قال لك ضرب المراه غير باش نبينوا ليه بان الدين ما كيخدمش مصلحه الانسان، الدين كيخدم مصلحه نوي أودي بزاف، والثقة في النفس وكيفاش كيهضروا وكيفاش كيدوروا من هنا ويعودوا، يدوروا من هنا ويعودوا. لا راه لا راه كاينة صورة ديال صورة بجسم النساء، وراه كاينة صورة ديال البقرة، كاينة صورة ديال النمل، كاينة صورة ديال الكافرون. شدوا غير حاجة واحدة ما فهمتش. وي كيراوغو مراوغين. بغيت نقول ليه كيفاش ضربتي مرتك؟ ما قدرش يجاوب. لا دابا هو مع بغى يبين فاز، ما راني راجل ما خصوش يقول حتى سميت مرتو، فهمتي؟ حيتاش مكلخ، خصو دابا اللي كيكونفيرمي انه خصني كونفيرمي انني راجل، خصني نحضي دوك العيالات اللي دايرين بيا ونقول سمياتهم، وما نرضاش بخشي نقول ما عنديش اختي، وما نرضاش نقول سميت مرتي نقول سميتها مولاش الدار. بغيت نعرف كيفاش كتكون هاد العلاقة هادي. مشاكل والله. شو اللي تعنكي شا كيفاش دايرة؟ شو الحياة مما كي معنك شا عندهم؟ ايوا شي واحد لتحت يقولنا غيشدك ملك الموت غادي يدير المقوى، طلع طلع صحيح. او بعدا نتايا بعدا ضامنو ما غيشد، نقولو حنايا مثلا واش ما غيشدكش نتانيش دابا غتسالي معانا غتمشي تدخل دابا غتسالي على كاع لي كاتيجوري ديال خليني ساكت. طلع صاحبي يقول لي كيفاش غيشدني وكيفاش غنشد وكنت انت، طلع صاحبي وحاورني يا صاحبي وحاورنا حنا كاملين يا صاحبي الله يهديك. بلاتي غيعجبك الحال، شوف بنادم كيسوفري شادو مالك الموت كيعجبكم الله ديالهم مريض فيكمش الانسانيه، يعز عليكم تشوفوا بنادم كيتعذب، نتوما ماشي بنادم، نتوما عزيز عليكم تشوفوا بنادم كيسوفري، ما كتحطوش راسكم في بلاصه الاخر، كتخالطوا وكديروا كل شيء وما تشدوش الصاف وكتبيعوا الشرف ديالكم، مش عطيو 20 درهمات ديال الرشوه كشي كامل كديروا. شكون اللي كيادي الانسانيه كثر هاد التخلويض وهاد تقواديش، ولا ان واحد الانسان كيهضر بالمنطق؟ شكون اللي غيادي الناس وغيادي داك الشعب؟ ما غاديش يكون شعب مزيان، الدوله ما غاديش تكونش دوله مزيانه. تلوحوا الزبل وتسلتوا في الطوبيسات. والمراه لا دابا خرجوا شي براش كيقولوا المراه حاشاك كاع طوروا داروا داكشي زادوا
من ديما المرأة وكل بحاشك. لا دابك شهر، دابك شهر، دابا الا جيتي تشوفي الفيسبوك هناك شهر كتهضري شي تعليق كيجي كيقول المرأة حاشاك يلا، ولكن ولا يقول لك قهويه، يجي يقول لك قهويه. ولكن هذيك المساله ديال اللي قلتي انت الرشوه والفساد طاطا وداك الشيء، ترى راه كيقول لك ان الله غفور رحيم بالله. اه وي عند القومه، القومه بالله، القومه في الليل، القومه في الليل كيصلي العشاء، كيصلي كيمسح، هذا الشيء كيمسح. حنايا عشناه وعرفناه لا النرجسيه ديالهم، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، يعني دير اللي بغيتي راه يمكن لك تشرك بالله. اه راه يمكن لك، راه يمكن لك دير اللي بغيتي، وكل ليل ملي تمشي اسطح راسك مع الارض وبقى تقول يا ربي اسمح لي، وملي كتسالي من داك سطيح الارض صافي كلشي كيمشي. وما كاينش نقولوا حنا كاع مثلا نقولوا هذاك شي حاجه، مثلا نقولوا روحيا كون كانوا غير كينساجموا روحيا وكيطهروا راسهم في داك العباده اللي غيديروا مثلا، ما كاينش تخشوع بحال كيحسبها بحال شي نو خصني نمشي نسيت وطافي، هو كيدير دوك الحركات كيديروا، ما كاينش داك باش انه زعما يتخشاه ويقول انا اشنو دارت ويشوف الحوايج الاخلاقيين بعدا، وماشي يشوف داكشي غير كواجب دايرو صافي، ولا يجي هنا يجاهد هنا يبدا يعرفك باش يقول اه سيد ربي شوف انا راه واخا كندير شي حوايج خايبين انا راني زوين، انا كنعير في هاد الكفار، انا كنعير في هاد العيالات، باش يبرد على راسو. فهمتي سكينه؟ سكينه تحياتي لك وتحيه للجميع الجميلات والرفيقات العزيزات في هاد اللايف هذا. اللي بغيت نشير ليه هو هاد المساله اللي ذكرتي ديال غفور الرحيم، شنو وقع دابا كلشي عباد الله ولاو كيصلي وكذا وكذا كنعرفوا العلاقات الاجتماعيه، اش كيدير نهار كامل هو كيقول الله غفور رحيم للصلاه تمحي ولا تكفروا به فيغفر لك الى غير ذلك من المحاور. بالنسبه لذاك الاخ اللي سبق ودار في معدل المقاربات واللي اثار واحد الاشكاليات متعدده وجميله جدا، هو كيهضر لنا على حتى مجموعه ديال الاشكاليات اللي عاديه بسيطه بالنسبه له كانسان. قال لك انايا المستوى ديالي اعدادي ولا ما نعرف بحال هذا الشكل ما قاريش الى غير ذلك. الاخوه كتسمعوني ولا؟ وي وي حنا كنسمعوك. وتحيه لك سكينه العزيزه. تحيه لك. تحيه. انا بغيت غير نوضح ان واحد المجموعه ديال الاشكاليات اللي مطروحه سابقا ودائما اعيدها واكررها. طلبت من الاخ بيلير باش نطلع غير لحظه. مشكل الاله والوجود ديال الاله علميا لا وجود، اللاهوت هو المستوطن بغينا ولا كرهنا. انا كنهضروا على مجموعه ديال الحوايج لي جالاكسي، كنهضروا على وجود الانسان او وجود الكائنات الحيه، فلا مفر من ذلك. كيبقى طرح هو طرح اخلاقي سلوكي جنسي اعياد الى غير ذلك، رمضان العيد الحج الترويه باشكالها اللي بغاو هما الى غير ذلك، وكتبقى محدوده جدا ما عندها حتى شي حاجه اللي تفيد العلم. العلم تقدم وتطور الى غير ذلك، كان العباسيين جاو وزطروا الى غير ذلك، وجاء العلم وتنقل من مجموعه ديال هذاك وكان فكر جميل جدا، والفارسيين الى غير ذلك وقضي امرهم. الجميل في هذا اللايف الرائع الجيد الذي كان دائما انا كنخليه غير باش نسمع ما كندخلش، اذا اقول بان يجب دائما توصيف وتوظيف ديال هذا المفهوم الحقيقي ديال انه هذا الدين اسطوري، ما النمل العصا حل الهضره كتبان لي شويه ركيكه جدا، باش نبقى نهضر مع هذا شي واحد ونقول لي واحد النمله هضرات مع واحد اخيه كذا، واش انا كنامن داك الشيء؟ اذا انا اتجاوز هذا الفكر هذا، وبالتالي انا اتقدم علميا. كاين واحد المجموعه ديال الرفاق والاصدقاء اللي كيدخلوا كيناقشوا العلوم بالاسماء والمفاهيم البيولوجيه ولا التكنولوجيا الى غير ذلك، وكيقول لك ها كيفاش تطور هذا راه كيبرز لما لشي واحد اللي كيامن بالاسطوره وبالدين
انه غيبرز طلع العقل ديالو الى يوم الدين. ما يمكنش يفهم ان العلم تطور من مرحله لمرحله، ما يعرفهاش الى غير ذلك. وأحييكم واعتذر على التدخل. انا بغيت غير نشير التحيه لهذا اللايف اللي هو محطه نضاليه كبيره جدا في التصور ديالنا العلماني الفكري اللي العقلاني. تحية لكم جميعا ومحبتي لكم دائما. شكرا 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 لكم. كان دارت في هذه الأخت في الأول غوتات عليا، قالت لي بابا أنا كنهضر. ما شكون هي هذيك اللي كانت قالت لي هذيك الهضره قبيله؟ وسكت. بقى دارك الإيغو. لحقاش كنت كنهضر فعلا، كنت كنهضر وسمعتيني كنهضر، وانت بديتي كتهضر زعما بوحدك زعما بحال ما سمعتي والو. اهلا الاصدقاء، اهلا خوخي، يلا يلا قدرت نهضر معك. بوب ادريان سكينة عدل رايك الناس. صافا 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 ترونكيل ترونكيل، شي مزيان كنهضروا على لك، كنهضروا على ضرب المراه ياك، كنهضروا على العصا، العصا اللي خارجه من الجنه، خارجه من الجنه. المشكله دابا هاد لو سيركل فيسيو، هاد الشيء باقي دابا الان، ولكن راه لو سوبكونسيون ديالنا المجتمع اللي مربين فيه راه هو اللي مربين تربيه غلط. داك الشيء باقي الدري عنده واحد الاهميه كبيره فاش كيتزاد، والبنت عندها واحد الاهميه ناقصه على الدري فاش كتزاد. الدري تندبحوا عليه جوج حواله، والبنت تندبحوا عليها حاولي. البنت كنعلموها تغسل المواعين وتصبان كيعلموك تكوني زوجه، كيعلموك تكوني زوجه، دور ديال زوجه. عمرك سمعتي شي ام كتقول لولدها اجي نعلمك الطيب باش مين تقبل تزوج تولي طيب لمرتك؟ بالعكس كنسمعوا العكس، اجي نعلمك بنتي الطيبي باش لا كبرتي ديري الشهيوات لراجلك. زعما هذا الراجل راه كيتزاد واحد التاج بحال شي حاجه واعره، وخصنا نعلمو البنت باش طيب ليه ملي غادي تكبر. ملي غادي تكبر خصو هو، ما هذوك لي طاش ميناجيغ ما داخلينش ليه في لو سوبكونسيون ديالو. يعني ما يغسلش واحد الكاس، ما يجمعش معنو، ما يصبنش حوايجو، ما يجمعش الفراش ديالو، ما يدير حتى شي حاجه. هو كيتزاد كتزاد عليه ريشه فوق راسو. وهاد الام هادي هي اللي كتربي على هاد الشيء، يعني هاد الانثى هادي اللي كتربي ولدها على هاد الشيء، هاد الذكوريه هي اللي كتعطيك في هاد المجتمع. متفقه معاك، انا كنقول اسمح لي نقطع. حيت علاش؟ حيت هي دابا حيت هي كتشوف ان ولدها هو اللي كاين الراجل في هذاك المجتمع ماشي الاخرين. ومني كيكون خرجوا كلهم للزنقه كيقول لك نخافوا على البنات من الديوبه. ومني كنجيو نشوفوا هذوك الديوبه راهم احنا. هذاك الولد اللي رباتني انا امي، والولد الاخر لجيراننا، والاخر والاخر والاخر. كنخرجوا للزنقه كنولوا واحد كنولوا بحال دي زومبي. حيت علاش؟ خصنا دابا ملي كنشوفوا اون فام بحال كنشوفوا شي هوته ولا شي حاجه اللي غادي نقدروا غادي نطيروا عليها ولا شي حاجه. علاش؟ حد عندنا هذاك لو بريفيليج تربينا عليه، ما تربيناش على اننا نكونوا بحال بحال، ما تربيناش ان البنت والذكر يكونوا بحال بحال، بجوجنا نغسلوا معنا، بجوجنا نصبنوا، بجوجنا نتعلموا نطيبوا. يعني هادوك لي طاش خص يكونوا ايغير، خصنا نبداو من هاد الشيء. شوف راه من نبداو نهضروا ايفو اون دوا اتخ براغماتيك. الا بغينا هاد المجتمع خصنا نتربوا حنا بعدا، حنا تربينا غلط، خصنا نفيقوا بعدا شويه، نحيدوا هذاك لو سوبكونسيون، نحيدوا هذاك الشيء ان المراه راه شي حاجه اون دوزيام دوغري، والراجل هو اللي كيكون اون بروميي دوغري. خصنا نكونوا اون ايغاليتي في الصغر. دابا كنكبروا شويه تيقول لك راه خصنا نفارقهم، راه الدري والبنت راك عارفين لما تيكبروا ما خصهمش يتلاقاو وداك الشيء. ما تيفرقونا في المدرسه، تيفرقونا في الدار، تيفرقونا في الزنقه، تيفرقونا بزاف ديال الحوايج. امتى كنتلاقاو؟ تنتلاقاو ملي تنكبروا، ما غادي نتزوجوا، واحد ما فاهمش الاخر.
ما كابرينش بعضياتنا، عاد اون دو سو ديكوفرير، نعرف البنت. وكيكونوا هذوك هذاك المجتمع، الثقافه اللي عندنا في المجتمع ديما كيعطيوك المش خصك تقتلو نهار الاول، ردي البال عمريه بالدراري في دو سونس، كاين غير لو نيجاتيف. لي كونساي عند المراه كيكونوا نيجاتيف، لي كونساي عند لي زوم نيجاتيف. دونك كتعطي واحد دو بومب ملي كتجي كتلاصقهم، اش كيولو لو شاي لا سوغي، كيبداو يلعبوا بيناتهم. يعني راه النيه ما تتكونش، كيولي كلشي خايف لي يسقوا الناس. وراه سا نا با سونس، سا نا با سونس. علاش؟ حيت ما كابرينش في واحد اوني فرستري، ما كابرينش اليز، ما كابرينش مرتاحين. يعني هذوك دابا ملي كتشوف مثلا ان كوبل، مثلا اون برون اكزومبل، واحد جوج وحده خارج المغرب كابره في واحد مجتمع متحرر، عطيك ما تيقول لك لا لا هذه ما لاقاش ليا، وانا كتخليني بالجوع، وانا هادي كنسمع نسيبي انا كيشكي على امو كان جوج وحدين فرونسيز، قالك انا كنجي من الخدمه عيان وما كنطيب عشايا وهي داك الشيء. علاش؟ حيت ولا فمو كطيب ليه، ولا في هذاك الشيء، وما من طول دار الوريقات ديالو، طول معاه شويه ودار مع بنيه، طلقها وتزوج وحده جا من المغرب، وتزوج وحده هو عنده 40 عام وتزوج وحده عندها 22 عام، ودا معاه لفرنسا، راه كيدوز على العذاب الاليم. داك الشيء اللي بغى، قال لك بنت الناس هي تكرفيس، وداك ما غاتعيقش، ما غاتعرفش باقا صغيره، ما غاتعرفش الخلل. داك الشيء كنشوف المرض. وفي نفس الوقت هذيك الصغيره منين عاوتاني كتمشي كتاخذ الوراق وكتقول ليه باي باي، كينوض كيبكي كيقول عندكم تزوجوا بمغربيات وديهم راه كيتقلبوا عليكم. واش انت خايد وحده ما جامعك بينا وبين حتى شي حاجه، خايدها باش دير لك تما وحده، راه غتمشي ضروري غتبدل، ضروري غتفيق، ضروري غتبغي تشوف، غتبغي تكون فحال دوك الكاوريات. يعني ما فهمتش. وبالنسبه للام الذكوريه اش كنقول انا؟ كنقول ديما انها كتقلب على داك الحب اللي ما كتلقاهش في راجلها، بحال كتبغي تعوضه. حيت في واحد الوقيته الامهات ملي كيكبروا شويه، وحنا عارفين هذا الشيء، ان الرجاله بحال كيهملوا ديك المراه ملي كتكبر، واغلبيه كيفرقوا الفراش بعد الازواج. اغلبيه الازواج ديال المغرب العقليه القديمه، عرفتيش علاش السكينه؟ عرفتيش علاش؟ سمحي لي قاطعك، راه ما حنا بعدا ما عارفينش علاش كنتزوجوا. غتدي الراجل المغربي غتسوليه تقولي ليه، ولا وانت حتى هي لي دو تقول لهم علاش كتزوجوا؟ باش نكملوا ديننا ونديروا الوليدات، تو سامبلومون. ولكن راه ما عارفينش، راه ملي كيفرقوا الفراش وملي كيديروا هذا الشيء، راه صافي دير ما فاهمينش. ما جمعوا حتى شي حاجه، جمعوا دوك الحيوطه والولاد اللي تزوجوا باش يديرهم داروهم صافي. هذا هو الدور ديالهم. دابا بحال كيديروا بحال اون طاش اون لا، بنتي كيقول لك صافي انا راه كبرت الوليدات، الحمد لله راه كبرتهم، كل واحد راه دار داك الشيء ديالو، ودابا انا راه بخير وانا هادي. ولكن راه هذاك سي ان دوفوار. شتي حنا الوليدات فاش كنديروهم؟ ماشي خصنا نديروهم حيت علاش؟ حيت الدين تيقول لنا. خصك تكون عندك اون كونفيكسيون، نهار كديرو خصك تربيه وتهلا فيه، وداك الشيء باغي بعدا باش تجيبو الحياه. خصك تكون يعني تي دوا اكسبتي ان سي ان دوفوار، ماشي ابار لامور. شي الحب ضروري، ولكن راه خصك يكون عندك ان دوفوار خصك ديرو، ماشي بليزير منك تقول لي وانا كبرتك وانا درت لك وانا فعلت لك. حيتاش انت اللي جبتي لي، انت اللي مسؤول عليه، انت اللي مسؤول عليه. ما خصنيش نقول عليك، انا ما خصنيش نقول عليك، سي ان دوفوار ديالي هذاك. علاش كيتسنى منين يكبر باش هو يبدا يصرف عليه؟ وعلاش كتهلا في الولد اكثر؟ حيتاش الولد هي ديما بالنسبه ليها راه هو اللي غيبقى يعطيها الفلوس، وهو اللي كيستثمروا في القرايه بعدا ديال ما بين البنت والولد. يقدر الولد يقريوه مزيان حيت يقولوا غيعطينا بنت. ممكن يعني نمشيو لنقطة أخرى في المجتمع. شكرا على عدم السؤال ديالكم، مرحبا. أوكي، إذا بغيتي تشرح بوجبة. تحية الإخوة. طلع المايك نشندور المايك. تحية، ما بغيتش ندير أختي من الإخوان كاملين، تحية الأستاذ بيالير. أنا عجبتني الشخصية ديال الأخ حذيفة، أنت يعني كتوجه هو توجه انساني اكثر ما هو ديني، يعني كيخلي داك الجانب ديال المعتقد للشخص، يعني التدين للشخص. هذه فكره زوينه، فهمت؟ غير هي يعني الصفه ديال التدين، يعني ملي كنقول انا مسلم وكنهضر يعني على كيف ما قالوا الاخوان على هذه المسائل، كنقول ما خاصهاش تكون في الدين، مثلا اللي منها اقصاء المراه او والتهميش ديالها في الحقوق ديالها الى غيره. فحنا تنقولوا ديريكتومون لبعض الناس اخي حذيفه، ماشي ديك انت ديريكتومون. انا تنحييك بزاف وعجبتني المونطاليتي ديالك، ويا ريت
يا ريت كاع الناس المسلمين كيفكروا بهذه الطريقه ديالهم انهم يبدلوا الخطاب الديني ويعودوا النظر في دوك المسائل الدينيه وداك الشيء. ولكن راه هنا اش كتقول؟ كتقول اننا خاصنا نحيدوا ايات وتشريعات من القران ديريكت، نزوهم نقلعوهم نقول لهم هادو ما خاصهمش يبقوا في القران، فهمتيني اخي حذيفه؟ راه هنا فين تنهضروا في الخطوره ديال الموضوع، فهمتي كيفاش؟ هذا اضافه بسيطه وصافي يا الاخوان، وسمحوا لي على المقاطعه. كنت بغيت نقول واحد الكلمه ديال القضيه، انك مثلا كتقول لي ان الايمان هو شيء شخصي ما بين الانسان واله، اوكي، ولكن من غادي هذيك القوانين غادي تطبقهم كما قال لك بوجبا، اوكي، هذيك القوانين مثلا ولا داك التشريعات خاصنا نطبقهم في ارض الواقع، اللي مثلا اكيد حذيفه انا كان عندي واحد الاستقراء يمكن كامل، واحد حذيفه هو قراني، فاكيد عندنا واحد الارث اللي ما يمكنش نفسروه كيف ما فسرناه كيف ما بينا. انا ماشي قراني، اسمحي لي، ماشي قراني. اوكي سوري اوكي. المهم عندنا موضوع ديال موضوع الارث، موضوع مثلا الوصايا على المراه، مادام اننا كنقولوا ان المراه كائن مستقل بذاته، غنلقاو ان الوصايه مثلا ضروري من الذكر على تلك المراه سواء كانت صغيره ولا سواء كانت كبيره، حتى في موضوع الزواج، حتى في مواضيع عده، اوكي، موضوع ديال الوصايه على الاطفال اللي مازال حاليا كيطبق في المدونه، كنتمنوا انه يتبدل. عندنا موضوع ديال الضرب كيف ما ذكرنا، عندنا مواضيع عده، تزويج صغيره ولا نقول زواج صغيره لانه هو تزويج نعتبره اغتصاب، هاد الامور كاينه في الدين، مايمكنش يكون عندنا ازدواجيه المعيار ونقولوا انه لا حكا ودرا هذاك الايمان الشخصي ما بينه وبين ذاك الاله، في نفس الوقت انا غادي ندافع على المراه، راه الايديولوجيا نفسها كتقتل المراه. وعندي واحد الحاجه اخرى، موضوع ديال الدفاع على المرأة فوق القياس، أنا كنعتبره كذلك هو إقصاء للرجل، فممكن ما نقوش نجرو شوية لطرف معين. واخا نوازنو، عرفتي شنو نديرو؟ عرفتي شنو نديرو باش نوازنو المعادلة؟ أنا نهضر على المرأة وأنت تهضري على الرجل، وهكا غادي نوازنو المعادلة. شتي راه ملي كندافعوا على المراه راه كندافعوا على الرجل مباشره، ما كنقصيوهش، لان شكون اللي ربى داك الرجل وشكون اللي كبره وشكون اللي سهر عليه الليالي؟ راه الا ملي كنجيو نشوفوا غير الوليد ملي كيكون صغير قاعد كتولدوا الام ديالو وكيكون في يعني عاد راضي وكيبقى كيغوت في الليل، شنو كيقول لها الراجل؟ كيقول لها سكتي عليا داك الولد ما خلانيش الناس. اذا داك المراه من بعد ما حملت به هو جنين وتعذبت عليه من العظام ديالها. كاع الاباء كيقولوا بحال هكا كذا. استقرا ناقص الاخ حذيفه. لا اغلبيه، انا ما عممت. شوف اسمعني نقول لك واحد الحاجه، راه ملي كندافعوا على المراه راه كندافعوا على الرجل، اما بالنسبه للعقيده راه الا كنتي قاريه التاريخ الفلسفي والتاريخ الاصلاحي في اوروبا مثلا غادي تشوفي مارتن لوثر منين دار الإصلاح الديني راه تكلم على أن العقيدة هي مسألة شخصي بين التبرير بالإيمان، هضر على مسألة التبرير بالإيمان، يعني الإنسان عنده علاقة شخصية مع الإله اللي كيعبده، فهمتيني؟ ومنين تكلم عاوتاني فولتير في رسائل في التسامح ورسائل فلسفية كان تكلم قال لهم أنا لندن أحببتها أكثر من باريس، علاش؟ لأنك تجبر الهندوسي الهندي الهندوسي والتركي المسلم والإنجليزي البروتستانتيني، كل واحد عنده عقيدته ولكن كلهم كيشتغلوا في آن واحد لمصلحة واحدة اللي هي الوطن اللي هو إنجلترا، فهمتيني؟ يعني إحنا كذلك، أنت كنتي آدمية أو كيف ما كان توجه ديال كريمي كذلك كانت صوفية كانت اللي بغي يكون توجه ديالها وكذا، وأنا وهكذا في النهاية المصلحة ديالنا هي المرأة،
فهمتيني؟ انا قلت قبيله بالخط البوند العاري وما كنظنش شي حاجه. انا كنشوفها حديثا المصلحه ديالنا هو الطفل والاسره هو المراه والرجل العدم كلاهما مع بعضهما. شوف العدم راه الا كنتي كتشوفي في الخطاب ديالي شي حاجه ديال التطرف او شي حاجه وبغيتي انك تهدميه بهذه الطريقه هذه محقك. انا مع النقاش انا ما ديش نخالفك الراي محقك تناقشيني محقك الا ما اقتنعتيش شي حاجه تحاولي تهدميها محقك الا كنت ضدك في شي حاجه شتيني مختلف معك اخر محقك انا ما كنفرضش عليك الراي ديالي ولكن وما ذلك واخا غادي تختلفي معايا انا ساتبنى واتبنى قضيه المراه اللي انت هي جزء منها وما غاديش نتراجع عليها والخطابات ديالي تبقى مستمره هكا شاء من شاء من بني جلدتي الذكور منهم او المسلمون او المسيحيون او كذا او كذا انا غادي نستمر في هذه المرحله بغاو يسميوني الوان يسميوني بغاو يسميوني لوبيا يسميوني بغاو يسميوني نسوي عندي واحد السؤال نناقش بيني وبينك ثنائيا نخليو الاخوان يتكلموا راه مش كلام كنقولش لك انا راه كنناقشك في الفكره فهمتي دابا بغيت نسولكم كاملين الاخوان دابا هذا المنطق اللي كيهضر به وهذه الفكره اللي كيهضر بها حذيفه ان هذا العلاقه كتكون افقيه بين الله بينه وبين الاله واش كيقدر يتقبل الانسان لديني اخويا وايف راه ما فكره ما والو والله بكل رجوله دابا ناقشوا الاخوان دابا فهمني اخويا وديني انا ماشي على 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 حذيفه دابا هاد ليدي هادي اللي كيقول حيت انا تتبان لي ما فيهاش شي ضرر اذا كان هو كيامن ان هذه كتبقى علاقه افقيه وشي الاخر نقدروا نحلوه حيت هنايا دابا هو الافكار ديالو راه كتبقى في صالح الاصلاح دابا ملي كنهضروا على المراه ملي كيهضروا على المراه هي راه بحال اللي كيهضر خطاب اللي كنهضروا به حنا واخا هو مسلم واش كديرونجي هذه القضيه هذه حيت لو فيت انه مسلم تيهضر انا كنسولكم ماشي انا كنسول الاخوان تفضلوا بيان سور ما غاديش ما غادي يطرا بينا حتى شي مشكل ما يكون حتى شي خيال لا ريم انت بحاله دابا انا كنسول الاخوان الاخرين دابا لا دينيين انا كنسول لا دينيين بحال انت سول من ابو جبهه لكل شيء ويجاوب كل واحد الطريق شنو خاصك اكيد كل واحد يتبنى طرفه لا ديني اللي ما عند ابو جبهه كاع مشى وجم مشى اختي عدم خويا حملت الحطب يلا ندوب حملت الحطب اش بان لك في هذه الفكره هذه انا بالنسبه ليا مادام هو ما باغيش يقطع لي راسي ما عنديش معاه مشكل راسي ما عندي علاش غادي يقطع لك راسك حمالات الحطب شوف لا انا لا هذا بس فهمني انا هنا الفكره انا قلت اي واحد كيقول يعني كما كنقول هذيك القضيه ديال انه عبد حتى حجره المهم ما تضربنيش بها يعني شوف حمالات الحطب شوف انا من بين الحقوق اللي كندافع عليه المراه الاخر حريه المعتقد محقك انك تعتقدي اللي بغيتي تعبدي حتى الشمعه عبديها ما بغيتيش تعبدي ما تعبديش عندك هذيك حريه المعتقد هي حريه فرديه وانا دائما كنتكلم على الحريه الفرديه لدى المراه زيد كمل انت راه ماشي مسلمه حذيفه راه بقى لك والو ما دخلني الشك والله دخلني الشك اخي وي هاد الهضره اللي كتقول راه ماشي هو اللونغاج ديال واحد المسلم اللي كيامن لانك تقول نعتقد باي شي حاجه هو تيقول لك كاين الدين الواحد اللي كاين هو الاسلام الدين على حق واللي دخل ليه ما خصوش يخرج منه ولا خرج منه راه نقطعوا ليه راسو انا عا كنترجم هادشي بالدارجه وصافي لان الهضره اللي كتقول هي تعارض الافكار ديال المسلمين العامه احنا كنديروا النقاش الاخوان سير اخويا بوجبه باش ما نبقاش حيت دابا التعارض اللي كاينو ولا منطقيه يعني سمحوا لي على استخدام هذا المصطلح هذا بالنسبه لي كانسان كنشوف الامور من وجهه ديال الشخص لا ديني كيبان لي ان واحد الانسان مسلم كيامن بواحد الامور بهالطريقه هذه يعني كيف ما قلت اخويا ويف يعني ليس بعيدا جدا على المنظور ديال واحد الانسان لا ديني الفرق ما بينه وبينه يعني نقدروا نسميوه روبو بطريقة او باخرى غير هو يعني مستنبط التسمية الدينية بالاسلام وصافي فهمت كيف حيت دابا خا يحد في الاشكال فين كاين ملي تنهضروا مثلا على الحقوق ديال المرأة في الاسلام راه تفصل الاسلام من اتل زاد آية بآية حديث بحديث ما غاديش تخرج ليا ولو بحق واحد تخيل معايا دين على قدو إيه لاهي بالتشريعات ديالو من أ حتى لزاد ما كاينش حق واحد
واحد ما كاينش ديال المراه غادي نقاطعك باش نناقشوا واحد المساله لواحد التوجه ديالو ريمي شوف اول حاجه انا لاحظت اننا مشينا بعيد في هذا اللايف في هذا الموضوع ولكن ماشي مشكل نجاوب بوجبه شتي انا واخا كنكون كنتناقش مثلا مع مسلمين بحالي راه انا كنبغي نناقش المساله ديال المراه من يعني كنناقشوا من منظور مدني فهمتيني علاش كنناقشوا من منظور مدني نقول لك علاش كنبغي اننا نعالجوا المساله ديال المراه القضايا ديال المراه من منظور مدني لماذا لان المجتمع رفيق ما فيهش غير المسلم فقط راه فيه المسلم فيه المسيحي ندوش فيه الطياف ولا فهمتيني وبالتالي ملي كنتكلم انا على المراه راه ما كنتكلمش غير على المراه المغربيه فقط راه كنتكلم على المراه المغربيه المراه الهنديه المراه راه القضيه ديال المراه راه قضيه امميه فهمتيني ماشي غير قضيه وطنيه او قضيه اقليميه راه قضيه عالميه راه كنتحدثوا على نساء العالم كاملين لان راه نساء العالم كاملين مضطهدات ويتفضل انا متفق معك حيت انا مثلا بالنسبه لي كانسان لديني مثلا ملي كنتقد الايديولوجيا مثلا الاسلاميه ولا مثلا حيت الثقافه قريشيه كتب لي يعني انا كتسميه يعني كبيره عليهم بزاف كثقافه حيت الثقافه كتبقى واحد الحاجه اللي كبيره خاص تكون عندك حضاره ويكون عندك كتب ويكون عندك اثارات الى غير من ذلك دابا انا تخلي واحد انا ما عرفتش واش الاشكال فقط لانني انا مسلم لا 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 ماشي هكذاك لا ماشي الاشكال عندك مسلم حيت انا الموضوع سوا عاد باش يكون مسلم نكمل لك الشيء تقدر تقول ابو سلام الحوار كيمشي واحد التوجه راديكالي نو تقدر بوجهها هو هضر معك على المؤمن بصفه عامه هضر على المؤمن بصفه عامه باش حذيفه ما بقاش يتجاوب معك فهمتي يعني تقبلك للمؤمن الذي لا شوف لا شوف واش نتوما بالنسبه لكم الا كان شي واحد مسلم خصو ضروري يقول للمراه عصيوها قطعوا لها راسها عادي تسمى مسلم او الا قال المراه عندها حقاره مش وزعما انا هما عندهم هذه الفكره هذه كيتبناوها ولكن هذا لا يعني ان هذاك الشيء اللي كيهم لا 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 ماشي هكذاك لا باش الفرق انا نشرح لك اسمعني اسمعني راه كاين دابا ولينا حنا هضرنا على الاسلام ولكن واش كتنكروا على انه كاينين لا دينيين وكاينين ملاحده وكاينين ربوبيين وكذا ومع ذلك عندهم تعاقده ومع ذلك انهم ضد المراه صحيح صحيح انا الفكره ديالتي اللي بغيت نوصل ماشي زعما انني مثلا شوف الذكوريه والتعصب الذكوريه والتخلف الباتريالي لا عقيده له ولا توجه له لا 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 غلط 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 لا 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 حيت ملي قلتيها كحذيفه بحال قلتي الذكوريه راه حيت عندنا حنا منبع واحد حنا راه جينا واحد مجتمع ثقافيا ذكوريا لان الثقافه ديالنا راه انا كنهضر على العالم دابا فين ما تفهمتش واسمعني اسمعني دابا انت كتهضر على المجتمع ديالك كنهضر على انا كنهضر على العالم كنهضر على العالم كنهضر على العالم انا راني ما شوف انا شنو كتقبل لا لا انا ما يمكنليش نهضر على شوف ما يمكنليش نهضر غير على المراه في مجتمعنا ونقصي مراه اخرى اذا هنا غادي نكون انا انحيازي وعنصري انا كنهضر على المراه بصفه عامه التوجه ديالي اختي حمال هذا الحطب تفضل انا كاش قبيله سولتيني دابا عاد بغيت نجاوب عليها المهم قصه انا دابا هذا مثلا المسلم اللي كيكون نسوي او لا كيدافع على المراه يعني فهمت انا كيجيني بحال واحد ملحد كيضل يسب الله والرسول وما كيامنش اصلا بوجود اله وكيقول لك انا نهار غادي نموت غنمشي للجنه وغنك حور العين انا نفس الشيء هكا كتجيني بهذا التناقض يعني ماشي كاع الناس اللي مسلمين عارفين مسلمين ديال بصح فهمتي وماشي ضروري الواحد غيقول لك الايديولوجيه ديالو بزاف الناس اللي الايديولوجي ديالهم كيبقاو محتفظين بها على السلامه الشخصيه ديالهم ما تنسيش ان الناس راه دايرين البروفيلات ديالهم خص ضروري عاد باش نقول لك انا التوجه ديالي عاد باش ناقشي معايا شي امور الايديولوجيه هذه اش كدير لنا كتهربنا من داك المسار اللي حنا كنناقشوا فيه هكا وماشي ضروري غتكون عندك الدين ديالي باش غادي نقولوا دابا غادي نجبدوا بزاف ديال الاتجاهات دابا الاخوات لا انا اللي لاحظت واحد القضيه وهي ان
جا طلع هذاك خانا اللي لتحت ديال العدم اللي راه جالس كيتفرج فينا، طلعت العدم طرحت السؤال، فاذا بالموضوع ديال الغرفه يتحول الى حذيفه. وما ايديولوجي خصنا لا ماشي 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 حذيفه لا لا حنا دابا الفكره شنو هي؟ دابا انا سولت الاخوان قلت لهم واش شوف الخوت شوف الا كان اسمعني واف الا كان كيزعجكم شوف الا كان كيزعجكم الا كان كيزعجكم اسمعني الا كان كيزعجكم التواجد ديالي معكم غادي نهبط، لان كاينين اخوه اخوات خويا يرحبوا بيا. لا 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 حذيفه اصبر فاش طلعتي والهضره ديال حذيفه فاش اسمعني لا نهضر معاك كلمه غادي نعطيك الكلمه اسمع حذيفه الله يجازيك خير. وجهتي لي الهضره سين وجهتي لي الهضره نشرح لك باش ما يفهمش غلط عافاك دقيقه حذيفه. انا كنعرفك انا فاش طلعتي انا اللي طلعتك كبيره وعارفك مسلم انك كتقول لي بحالك تقول لي انا كون ما بغيتش نناقش نخليك معانا وداك الشيء، وكان فيها ديك ليكستريميس وكان فيها ما غاديش غادي في الدقه الاولى غادي نوض معاك صداع وغادي. واش فهمتي لا لوجيك؟ انت راك ناقشتي معانا وداك الشيء، حنا راه ماشي هي دي الفكره. مشى حذيفه راه ما مشيتي بعيد اخويا حذيفه، راه حنا ما تنهضروش عليك انت بيرسونيلمون، حنا تنهضروا على الافكار ديال الانسان. كنقولوا ليه على الاخوان السؤال اللي طرح لهم كاع داكشي اللي كتقول راه دابا هو راه جاتو بحال وجاتو بحال راه والله طاك بيرسونيلمون. لا راه ماشي داكشي جو سي ولكن راه لا سميتو غير نكونوا واقعيين ونكونوا راديكال حيت ما التوجه ديالنا ماشي اوني با ماشي حنا راديكال ماشي راديكال. دابا غير لا كيسيون اختي دابا اللي طرحنا لا كيسيون اللي طرحنا دابا حنا تنقولوا العقيده ديال كل واحد كتبقى افقيه ما كاين مشكل، ولكن هذاك الدين اللي حنا اللي واخدين منه راه هو لا سورس دو بروبليم. واش دابا شي حاجه اللي كيقول لك كتقسم المراه من الارث واش دابا انا شخصيا انا ما قلتوش لي لا دابا حنا ما قلتوش لا انا سولت سؤال الاصدقاء سولتهم واش كيديرونجيهم هذا الشيء، ودابا الجواب ديال كل واحد هو جاب ليه راه بحال سيت اون اتاك بيرسونيل. حنا ما هضرناش على لا حذيفه، حنا هضرنا عامه ما جبتش انا ناقشوا واحد الايديولوجيه اللي غادي نتفرعوا فيها كاملين سيغ اي سيغتان انه كاينين الناس عندهم بزاف ديال التوجهات مخالفين عليك انت كمول لايف وهذوك كل واحد التوجه. ولكن بلاص انا نقول لك كريمي واحد الدقيقه دابا حقاش هو شويه وجه لي الاخ الكلام، هو راه عادي واحد الفكره تناقش، راه دابا حنا مازال عندنا مشكله انه الا شي واحد اعترض معايا فقط من اجل الاعتراض على واحد النقطه غنتقلق وغنمشي وغنقول الاخ الناس كاملين يعيدوني، راه عادي فكره النقاش خاصنا نتقبلوها. دابا انتي انتقلتي من واحد الفكره ديال كنهضروا على حقوق الانسان وداك الشيء كله، انتقلتي وليتي بحال كتواجهي ديريكتومون الاعتقاد ديالو، وليتي كتقولي له ولا دابا هذا السؤال الا بغيتي تغيري الاعتقاد ديالو بحال بغيتي تدخلي معاه. وشوفي دابا انا اجي نقول لك واحد الحاجه، دابا انا واحد الانسانه ملحده غنمشي غندافع على وجود الاله مثلا، غيجي واحد بطبيعه الحال غيسولني غيقول لي كيفاش انت ملحده وتدافعي على وجود الاله. بطبيعه الحال سؤال بسيط جدا وعادي خاصني نجاوب عليه، ليش غنتقبل؟ هو قال لك التوجه ديالو، هو قال لك انا انا تقبلته وقلت ماشي مشكل، هو تخطى الموضوع وسول حماله الحطب وسول بوجبها على موضوع اخر انه كيفاش يجي عندك واحد ماشي على حذيفه تماما. نكونوا ذكيين. انت اسمح لي اختي ريمي انا باش نكونوا واقعيين. نروح الكلمه وغادي نمشي. نكونوا ذكيين في هذا الشيء كله، نحاولوا ناخذوا من افكار ريمي. لقينا واحد الانسان بحال حذيفه، لقينا واحد الانسان بحال بزاف ديال المجموعه ديال الناس، واخا راهم مسلمين واخا راهم ملحدين واخا هذا، ناخذوا الحاجه الزوينه اللي فيهم. ما يعتقده بينه هو بين نفسه داكشي يبقى ليه ديالو هو. ملي تجبدوا واحد الموضوع داكشي هل تعتقد والله ما تناقشوا داكشي الاعتقاد ديالو، راه ما تناقشوش الاعتقاد. واف اسمح لي واحد القضيه اقول لكم ما تقاطعونيش. عافاك تفضل تفضل اخويا تفضل. العدم طرحت السؤال ديالها في الاول جاوبتها، يعني نورمالمون كان سؤال شخصي اكتفينا بداك الاجابه، ولكن باش اننا نبقاو كل واحد كيعطي المنظور ديال بحال انا شي لوحه تشكيليه وكل واحد كيعطي التصور ديالو، فهنا كتكون واحد الشخص. ما تقولوليش ما كايناش شخص، انا هناك شخص، انا لان حنا الاساس ديالنا شنو قلت قبيله، الاساس ديالنا المراه ان شاء الله واخا تكون كتعبد حتى الحمار
عبد اللي بغيتي. حنا كتهمنا المراه ما دامت هاد الاراء والتصورات كتخدم القضيه ديال المراه كيف قالت ريمي. وكن اللي بغيتي يا صاحبي، وكن كتعبد حتى الفضائيين، وكن ما تعبدش كاع سيدي، دبر راسك. انا قلت انا اخويا مراتي متفقين ان هذا الاسلام هذا اللي نتوما وحتى حنا كنتقدوه متفقين انه لا يصلح. انا اسمح لي ريمي قطعتك، علاش انا ما شديتش فيكم مثلا؟ شوف انا شوف شنو باش تلاحظوا ان الاهميه عندي هي المراه. علاش انا ما قلت لكمش راني جاوبتكم قبيله؟ علاش ما قلت لكمش واه راه كاينين ملاحده ضد المراه وتا انا مخشد في هذه النقطه؟ كاينين ملاحده ضد المراه وكاينين ربوبيين ضد المراه وكاين كذا ضد المراه. علاش ما شديتش انا في هذه النقطه؟ علاش ما شديتش فيها؟ لان حنا ما كيهمناش العدو الانسانيه كيف ما بغات تكون الدين ديالو كيف ما لان مثلا التطرف من راه كنت غنحول لك الموضوع نسولك واحد السؤال في النسويه وما كناش غنسولو في الدين، ولكن غادي تعصب مع شتك انت كتقلق دغيا مع شتك. ولا ماشي تقلق لانكم شخصنتو مع الاسف. وراه عندي سؤال عادي ما كنعرفش شوف بغيتي العاده بغيتي تسقسيني اسئله شخصيه ضيفه راه جاوبنا النقطه ديالك، راه كنا كنهضروا بصفه عامه على المؤمنه حذيفه. شوف هذا مجرد ضر كيسميتو الرماد في العيون. هاد الهضره اللي كتقوليها راه كانت شخصانه. واخا هكاك شوف انا اللي بغيت نقول لكم سواء المراه المسامحه سمح لي نسيت والله ما نعاود نسولو. لا 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 شوف انا السؤال ديالي واحد النقطه وغادي نسد المايك. انا السؤال ديالي حذيفه الا كان ممكن نوضح لواحد النقطه وغادي نسد المايك. انا غادي نمشي اصلا غادي نمشي تهلاو ليا في راسكم. وشوف انا سواء عجب يعني اقتنعت ما اقتنعتوش انا التوجه ديالي تقدر خليك دقيقه نقول غير واحد الكلمه اللي كنوصلها لك وغادي تسمع شلك ممكن قبل ما تهبط. سكوت وانت بلاتي واش ضيف نقول غير كولاي مالك ولا تمشي شي سمح لي احمد حطب الله باقي قادر. لا كلمه شوف انا على حسب اللي فهمت من الحوار ديالك انت واحد الانسان اللي كنقدر نقول يا اما يمكن تكون مسلم قراني او يمكن مسلم بوتسواني يعني مسلم كيوت يعني ما عندناش حنا معاك. لا لا ما عنديش بالعكس. لحظه خليني نكمل غير الفكره ديالي. انا حديثه انا حديثه هو دابا الفكره ديالو. لا انا بغيت نقول غير ان بحال هاد الناس ما بغاش ينقص العقيده ديال الاسلام. انا حذيفه انا ما بغاش انا ما بغاش ماشي مسلم قراني انا حذيفه بس انا حذيفه بحالك. اسمعني ونكمل خلي الجمله ديال الله يرحم ليك. شوف انا مكمل بحالك انت يلاه يكمل اكثر من مثالك. غنقول لك علاش بقاش انت لا تشكل خطر على الناس. انا كنت شخص انساني. علاش قلتي الله؟ علاش قلتي واش بغيتي نسب هادي؟ انا بغيت نسب فيك. واش ربك انا بغيت نشكر فيك صدقتي كتقولي علاش كتقولي هادي؟ لا 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 دابا انا غير هادي دعابه فقط. لا حتى انا كنضحك فهمتي قلت لك حنا بحالك علاش معاك مشكل دونك ما تعتبرهاش انها شخصانه او لا شي حاجه لك لا شي حاجه. حنا راهي كنناقشوا وهذه الفكره ديالي غنسد المايك. اسمعني اللي بغيت نقول لكم انا شوف راه يعني انا ماشي هي اللايفات هي الطريقه الوحيده ديالي في الدفاع عن القضيه. فيسبوك كتابات لايفات فيديوهات يعني واخا غادي تجيو نتوما تكريتيكيوني تقولوا لي حق كيفاش مسلم كذا انا نفترض مثلا كذا راه هذا لن لا لا انا شوف حذيفه شوف شهاده لله كما كتقولوا نتوما انا شهادك لله واخا انا راه حضرت لك شحال من لايفات كدافع على المراه الاخوان راه ماشي زعما انا شفت انا حذيفه راه ناقشت معاه ودخلت مع ليلاف كيكونوا فيه المسلمين وداك الشيء وهاد الهضره اللي كيقول هنا راه هي اللي تيقول ليه. ما تاخذهاش اخويا حذيفه شخص انا بيرسونيل. لا انا شنو انا فاش قلتي لي قبيله فاش قلتي علاش كون بغيت هذاك الشيء انا فاش طلعت قبيله شفت كان دابا اكثر من ساعتين انت كنت معانا ما نقصنا انك انا عارفك مسلم. شوف انا عزيز عليا انا عزيز. شوف انا عارفك راك عارف الايديولوجيه ديالي والمقتنع والعقيده ديالي. شوف انا هنا ما كنطلع وعارفت انا العقيده ديالك. واش ملي كتطلع معنا في اللايفات مثلا ملي كتطلع في لايفات مسلمه واش عمري هاجمت التوجه ديالك اخي ويف؟ بلاك شحال من واحد كيبقى شحال من واحد كيبقى السيوي شحال من واحد كيبقى يدافع عليك وانا كنرقم شوف انا نجيكم من الاخر انا شحال من خطره كنكون في لايفه ديال المسلمين تيكون هو فيها اهلا القرضه اصبر صديقي اهلا القرضه احفاد داروين كديرين ان شاء الله المصيبه لك حلال كدير والله
الاخرى دابا غنبقاو نخسروا في الهضره خويا. دابا الاخوان فاش كنكون انا في اللايفات ديال المسلمين وشي زعما حذيفه تي صراحه ما تيخليش هاد الحوار يدوز هكاك زعما عارف العقيده ديالي وداكشي. ولكن خويا حذيفه ما تديرش من نقل الصواب، حنا راه ما قصدناكش انت. ما تهضرش انا تقلقت والله اخي تقلقت. لا اسمعني صاحبي، راه من الصباح وانت هضره صاحبي ما عطيتنيش الفرصه نكمل الفكره ديالي اولا، فهمتي فهمتيني؟ ما بغيتيش تسمع لي سير في حالك، انا ما عنديش مشكله حذيفه، انا غنجيك خلاص. انا ماشي انسان على الرسول، لا اسمعني ودابا سد المايك وخليني نتكلم شي شويه. الله يرضي عليك، حيت انا ما عنديش مع العاطفه فهمتي، هذاك البكا والشكا ما عندي ما ندير به. انا هضرت على الايديولوجيا الاسلاميه ديال الاخرى ديريك. شوف انا ما كاين، الله يرضي عليك، انا صنهضر معاك انا نشكي ودابا انت لا اسمعني اسمعني شوف من الحقيقه انت قلتي شوف شوف دابا تصنت لي يا صاحبي، انت دافعتي على المرا بالمنظور ديالك، انا دافعت عليها بالمنظور ديالي بومبار. انا كنشوف ومن بعد ولكن ما تقولش انت هذا ماشي علاش انت بغيتي تبان زعما كومبوا انك انت لا اسمح لي اسمح لي علاش انت كومبوا انك شخصنا معك الامور. لا هضرنا على ايديولوجيا، كاين شخص انا من البعض، ما كاينش شخص انا الشريف، ما كاينش شخص انا الشريف، اسمح لي شوف دابا انت ما كاينش شخص انا، لا ما كاينش شخص انا، حنا هضرنا على الايديولوجيا الله يرضي عليك. هذاك البكا والشكا ما عندنا ما نديرو به. شكون اللي بطل الاخوان؟ شكون اللي من الاخر ما هبطنا ما والو، راه هو بغى يدير ديك السلسله ديال حتى شي حاجه خي وي. فرحنا هضرنا معاه بطريقه واحترمناه وكبرنا به وقلنا له الله يكبر اكثر من مثالك وكذا، هي الفكر ديالك زوين. ملي هضرنا في الايديولوجيا تقلق ودونك هاد الدوبل فاس هادي ما عندنا ما نديرو بها. الا جي غتمثل علينا الدوبل فاس اخويا سير مثل في الفيسبوك في الصفحه ديالك ودير هذاك الوجه اللي كديرو اصاحبي، ما عندنا ما نديرو اصاحبي بهذا الشيء. من الاخر انا ماشي عندي مع داك الافلام ديال والو ديال اكبر دليل على انك عندك شوف 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 يا اخي حذيفه، انت انت بغيتي تتهمنا. شوف شوف انا ما كنهرش، انا ما كنهرش، اسمعني اسمعني اسمعني، لا لا انا ما كنهرش. شوف اولا اولا وقبل كل شيء انت قاطعتني ما خليتنيش نكمل الفكره الاولى ديالي. انت اللي عندك الاحكام مسبقه، انت اللي عندك الاحكام مسبقه، ما كاينش احكام مسبقه. انا ما هربتش، قلت لي هربت، انا حكمت عليك حكم زوين، واش عرفتيني هربت يا صاحبي؟ ما قلتش لك هربتي، وانت قلت لك هربت، قلت لي دابا ودابا قلت شي حاجه وكنزلها. اش هاد الطريقه هادي؟ ما ينزلش شي واحد الا ما نزلتش باغي تمارس عليا السلطويه ولا اش من السلطويه غادي نمارس؟ لا لا هادي ممارسه السلطويه، باغي تمارس عليا السلطويه ولا باغي تقطعني؟ واش باغي تقطعني؟ اسمع اسمع خلينا من الهضره هذه الجمعيات، ما تقوليش بكائيات والصعبانيات، هذه ماشي بكائيات، خلينا من الهضره هذه الشبابيات. خل المساله البعض شوف ما شخص الناس السي حذيفه، انا هضرت على الايديولوجيا انت تقلقتي. شوف شوف انت ما تقبلتيش الفكره ديالتي، انا ملي هضرت على الايديولوجيا ما عجبكش الحال صافي. اين فوا هضرت لك انا على الدين كذا هذه، قلت لك هذا الدين الايديولوجي القريشي، قصعت الهضره ما عجبكش الحال صافي سالينا. تما شخصنت الامور، بديتي كتهرب كذا، لا ما تهضرش عليا، انا مسلم، انا كذا انا كذا. اخويا انا تنهضر على الايديولوجيه الاسلاميه حيت انا مسلم وكنشوف ان الدين الاسلامي هو السبب الاساسي مليار في المية في التهميش اللي عايشه المراه في البلاد ديالي، اللي عندها الاولويه انني ندافع عليها. ما غنمشيش ندافع على صينيه ولا جزائريه ولا انا مغربيه، خاصني ندافع عليها هي الاولى، على امي واختي ومرتي والناس اللي معايا في الدار في الدرب اللي كنشوفهم اللي خدامين معايا. كنشوف ان الدين والايديولوجيه مأطرين عليهم، دونك اللي بغيت ندافع بهذا المنظور ديالك السي حذيفه غنبدا بهاد الناس اللي قراب ليا. نيت خوتي شنو هو الموضوع؟ من التخربيق ديال والو قال لك لا حكا كتشخصنا، حنا هضرنا في الدين قلنا له الايديولوجيه حكا هادشي راه كاين فيه تناقض، قال لك لا حكا انتم كتشخصنا. شنو الموضوع يا اخوان؟ دوحنا خويا بوجبه الله يسامح الله يسامح العنو الالحاد اخوتي. تفضل تفضل فضيح الكنيسه تفضل اخويا. شنو هو الموضوع؟ الموضوع شنو هو السوجي؟ شنو السوجي؟ شحال داير شحال تحاولي شحال داير؟ والله ما سمعت شي حاجه، تهضروا بجوج في الدقه الواحده ما سمعت والو، واحد يدوي. الموضوع هو الراي ديالك في الاسلام. انا مسلم. الحمد لله. صافي هذا هو الموضوع اخويا. الراي ديالك في الاسلام كتسمعني خويا؟ الاسلام هو الدين الحقيقي. واش كتسمعني صديقي؟ هزم هزم الرعد على سمعك خويا. بغيت نسولك دابا، واش انت تسلمتي
هذا عرفتي الاسلام ولا عرفتي الاسلام عاد سلمتي؟ لا انا كنت مسلم قبل الوراثه ومن بعد جاوني شكوك ويوصل واحد 10 سنين في الشك ورجعت الاسلام لان الاسلام هو اللي تعتقم حياتي وكون ما كنتش مسلم من كل سيمانه نكح عائره وكنقدر نكح امي واختي فهمتيني ونكح حتى بكره فهمتيني عكس نتوما نتوما اي حاجه مكحه عندكم دابا الا جيت دابا الا جيت قال كاين كيحم اختو واش هذاك قال كيقول لك كاين كحب لحظه كيسب فينا لحظه علاش انت زعما في الاسلام ديالك ما كتقدرش تنكح امك ما فخبركش هذه القضيه ان الراجل يقدر ينكح بنته مثلا لانه ماء الزنا حنا سمعني ماء الزنا اسمعني ماء الزنا ماء الزنا لا يحرم وماء النكاح يحرم يعني انت قراني اوكي نمشي لك للدين نمشي لك بقيتو القران القراني اوكي كنكحم في القران فين كاين اوكي في القران قال لك نكح جدك لانه في الايه كتقول لك انه حرمت عليكم امهاتكم وجدك ما مذكوراش دونك غتقدر تنكح جدك نورمال من الاخر انت دابا داك جاتك غريبه مثلا انك ما تقدرش جدك ياك اسمح لي خايف واضح الكنيسه اسمح لي بالزربه دابا انت جاتك غريبه انك ما مذكوراش تنكح جدك في القران يعني عندك عاديه ضحكتي وبالنسبه لينا حنا عاديه تمشي تنكح امك دابا باش تعرف بنادم مكلخ ما عارفش ان هذه المسائل هذه راه بيولوجيه في الانسان ما تقدرش مثلا واحد الانسان اللي كم والله يا كاين جلابه حسيت بها خايها زي مره نضيع مع الحجره على اسمحوا لي على الضحكه عادتي انا ما قال لي بقيت بغيت ندير هذا الحديث قال لي قراني ونجيب له جد خويا بوج المهم نسولكم سؤال عرفتك انا عرفتك جلابه من الطريقه اللي جاوبتيني بها خويا خليني جلابه صافي نتوما ما رايكم واش ضد ولا مع العلاقات الرضائيه تفضل هذه مره تفضل لا ما كل واحد يدبر لك الروح خويا دابا جاوبني انت دابا انت السؤال مطرح عليك انت السؤال مطرح عليك اصاحبي جاوبتك اخي شنو الجواب كل واحد يدبر لك الروح جاوبني انت صاحبي جاوبني يعني ما عندكش مشكل جاوبتك انا كل واحد يدبر كرمته صاحبي انا ما صوفيش يعني الا تقول لي اختك وامك ما بغاش كرو يجاوب قال لك جاوب انت انت بحال ديك النكته عرفتي هذيك النكته ديال هذاك اللي كيمشي مع صحابو المحلابه كيبقى يتلصق فيهم تيخلصوا عليه واحد النهار ما يتفقوا باش ما يخلصوش عليه مشاو للمحلابه وما يقولوا الدراري كل واحد يخلص على كرو ويدور عندهم ويقول ما غير الدراري حشومه عليكم دغيا سموتوني كرو هي دي اللي كتسول هي هادي زعما ريت شي ضحكات خويا ممكن سؤال نتوما كاملين عندكم الاسئله سول اوكي عزيزه شنو المانع ديالك انت باش تنكح اختك اختي الاسلام لا دابا قول لي ما المانع اللي كيخليك انك ما تنكحش اختك يعني مثلا واذا كان الاسلام اختي واش وقت الاخر الاسلام واش اوكي يلا دقيقه ممكن سد المايك بلا ما تهبطوا الاخوان عادي اخلي واخا يتجاوز دابا مثلا انت الاخت ديالك كتكون في الكوزينه كتكون لابسه بيجاما كتبقى تشوف ليها في المؤخره ديالها فهمتي قبل ما نقول لك ديك الكلمه فكتشهاها ولكن كتفكر احق بالواد راني مسلم الاسلام هو اللي مانعني ياك فما كتنكحاش كتجوش فيها كاع انا وانت قلتي دابا انت هي راه كتشهاها ولكن الاسلام اللي مانعني ما كتشهاش يعني وشنو اللي خلاك ما تشهاش شنو الحاجه اللي خلاك تخليك ما تشهاش هذيك 10 سنين هذيك 10 سنين اللي دوز ديال الشكوك شنو اللي خليك ما تشهاش لان الشهوه هي غريزه في البشر شنو اللي كيخلي ديك الغريزه ما تتحركش لا تنحكم فيها الا كنتي اختي حيه واسمع السؤال مزيان ديك الشهوه شكون اللي كيخليك ما تشهاش واش ديك الكتب التشريعات سولي باك ولا خوك حتى هو ما عرفش متي ورا انت هي اللي كتناقش ما عرفتش الجواب وكتسول عباد الله بنفس الجواب انا جاوبتك ورا دابا نقول لك دابا انت ملي كتقول لي التشريعات يعني مثلا انا عندي مثلا صغيره جا قال لك هذا حلال وهذا حرام فانت كتمشي من نفس المنطلق يعني مثلا تقدر تكون باغي تسرق
ولكن ما تسرقش حيت حرام. مثلا كتكون باغي تسكر ولكن ما كتسكرش باش حرام. اما الغريزه الجنسيه فهي شيء موجود في ذلك الانسان. فهي مثلا ملي كتشهى داك الانسان واش انت كتشهى وكتفكر الدين ديالك ولا شنو اللي ما كيخليكش تشهى؟ اييه كنفكر الدين ديالي. يعني انت هي مثلا كتنوض على اختك ياك؟ لا راه شو راه هذا تنقول لك انك انت هي غريزتك تتحرك ولكن انت توقف غريزتك بالدين. لا ما تنتشهاش ما تنوضش. وشنو اللي كيخلي قول لي شي حاجه علميه شي حاجه قول لي فطره قول لي شي لعبه. تفاديك 10 سنين اللي كنتي فيها في مرحله الشك ما تشهيتي ما تلعبه واش انت يا عندك ودنين؟ سمعت هذه الوقيته تشهى بزاف هذيك الوقيته باش عليك مرحله الشك مرحلة الشك دابا دابا اسمح لي يا خايف عافاكم مرحلة الشك شنو دوزت خمسة اخويا فوتي من الاخر ما عرفتش واش جاكم على الاسلام ودابا غير المسيحية ولا اليهودية ولادي وفاضح عندك الحق نكح واحد الكنيسة وفاضح الكنيسة ودابا انت بالنسبة لك واحد الملحد ممكن ينكحمو اخويا دبر راسك اخويا وانا كنسولك انت دابا طلعتي قلتي واش ولي الملحد فهمتيني في هذا موجود الاله كل شيء مباح قال دوستويفسكي ماشي انا وانا بالنسبه لي اخويا فاضح الكنيسه والله بالنسبه لي انا كرأي شخصي ما عنديش مشكل انني نكح ام عائشه خويا ما قلتي حتى شي حاجه مفيده دابا ما نكح الام نكح الام امنا كاملين زعما ما عنديش مشكل نكحها عادي حتى كافر لعنه الله عليك انت ما عندكش مشكل في هادشي؟ لا انا عندي مشكل حيت نغير على ديني. لا كتغير على دينك اما امنا عائشه ما تغيرش عليها. وما عائشه شنو شنو والو ياك عادي نكحها؟ لا ما عنديش مشكل انا حيت مسلم ما عاديش ما انت مولاي انا غادي نمشي نكحها يلا تبعني من عني دابا واش مكلخ اخويا راه الدين اللي مانعني ماشي زعما انا ماشي بوليسي صافي كتناقشوا مع بحال هادو خصكم عقل انت اخويا زعما راه انت ما عندك حتى شي حاجه سير بحالك اصاحبي سير كفاش انا خاصك تحيد ديك السميه وتكتب فيها فاضح الاسلام صراحه وما فتحتي لا كنيسه لا والو لا مشودي ارغيمون ما غير باغي يصفط عليك هنايا وما جاوبشونيش زعما ما جاوبشوني حتى شي سؤال زعما راه ما جاوبشينيش اخويا واش ما فيك ما تجاوب دل سميه راه عاوتاني تقول شوه الاسلام واش طلع ما داو ما قلتي حتى جمله مفيده ما بغيتي تهضر حتى تنوض مفيده اخرى تقولي واش تنوض على اختي سير شي سؤال شوف شوف انت خدم ديك الاي كيو ديالك اللي ناقص 100 وقلب على شي سؤال يقدر يفيدك وانت ما تطرحوا الاسئله وما طرحتوا شي سؤال مفيد ما قلتش والو سول فحمنا انا فحكم يا الله المد ازلي عندكم الخرا واس صعب على صبحك لازم تقول ما قد جاوب والله ما قد جاوب بالله والله ما قد جاوب بالله لما يا صاحبي كيمشيو والله ما قد جاوب هيدا محزقه وجي فك انت في الدين حنا كنقول لك عطينا دليل النبوه لحظه انت كنقول لك دليل النبوه حنا غادي نمشيو لك شوف غنمشيو لك نسلمو لك جا دليل الله كاين اوكي جميل هذا يا الله الله كاين لحظه خليك من الجمله الله كاين تبت لي انه هذا الدين صحيح يا انا تبتو لك يا الله فوالا يا اله هذا الصفات ديالو يا كامل القدره ياك الاله هذا تبتو بعدا وقلت لي سلمات وليا دابا شنو دابا واخا كنت جات الجلعه دليل وجود الله تفضلوا انا المهم خلونا حتى نكملوا انت تكملوا توصلوا انه الله كاين وهادشي المهم عاد نتناقش معاه انا صاحبي الكون 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 واش خلق ولا كان ازلي بالنسبه لك الكون غير ازلي لان القانون الاول الترموديناميك تيقول شنو هو الضد ديال الوجود اسمعني كوك الكون جاوب اصاحبي اسمعني اصاحبي شنو هو الضد ديال الوجود شنو ضد العدم اخويا العدم المكان والزمن كاين المكان والزمن واش تخلقوا ولا كانوا ديجا
خلقوا فوق اجهد البيج بان خلقوا اوكي اذا المكان والزمن ما كانوش مدام المكان والزمن ما كانوش فين كان الله إلا قلتي كان في العدم حوشي المنطق قلتي كان في بلاصة إذا المكان أزالي مع الله ونطقه وتشل والله تراسكم خاوي بالله والله تراسكم دابا جاوب على رب السؤال فين كان الله قبل ما يخلق البيج بانك شنو كتقول البيج بانك الأخ فضيح الكنيسة كما قلت ما قلتش البيج بانك قلت شكون كان الكون الأزلي القانون الأول دابا جاوب على السؤال لا لا شنو كتقول في البيج بانك شنو كتقول في في نظرية البيج بانك ممكن تكون صحيحة خليني عافاك نكمل مع غير هاد النقطة ونقشي مع البيج بانك تهضر على أن عنده بلاصة جاوب اسمع اسمع حل ودنك حل ولا حل ترمتك ولا حل شي اسمع صاحبي اسمع اسمع مزيان حل ودنك انت قلتي لي باللي الكون تخلق المكان والزمان ما كانوش موجودين الله خلقهم قبل ما يتخلق المكان والزمان الله صاحبي الله ما عندوش مكان واش مكلخ والله هو اللي خلق المكان اذا كان في العالم وما كانش في العدم صاحبي راه ما كانش حاجه كان في شي بلاصه دابا راه هي العدم يا مكان ما عندكش تهرب على ربي ولكن العدم لا مكان فين كان الله واش كان الا ما كانش في العدم كان في شي مكان ما عندوش مكان صاحبي واش مكلخ واش الله صاحبي راه كان في شي كنت قبل ما يخلق هو الكون ما كانش وقاش اله دابا اسمعني ركز ركز وانت اللي ركز الحماري الحماري دابا انت كتقول لي الله خلق الكون اذا الكون ما كانش مخلوق الله فين كان قبل ما يخلق اسمع يا الجمله هذه تمشي تقوت ما كتعرفش رب بالمنطق وجاي باغي تناقش معاك ماشي بالمنطق اصاحبي انت صاحبي حطيتي الاله خارق قوانين الطبيعه حطيتيه في بلاصه واش مكلخ تفضلت ما كيعرف حتى المنطق وكيجي فيها دراسه خويا هازم اخر والله غيكون يا في مكان يا في عدم ما عندك فين تهرب خليه هو يثبت لنا وجود الاله إذا قلتي لينا بلي الله كان في بلاصة إذا كان في مكان إذا المكان أزالي مع الله خليه واش قلتي لينا المكان في بلاصة إذا كان في العدم ما يمكنش يكون في العدم حيت العدم هو والو هافك خليه واش رحنا الفكرة خويا واجب الوجود الإله فهمتي سير سير هدر فاضح كاين سير تبت لينا وجود الله وحنا نبقاو نسمعو لك تالي وقول لينا ندخلو هاك صراحة كيبان ليا الآي كيو ديالو يعني واعر صراحة يقدر يتبت لينا هيا دابا عرفنا ان الكون ماشي ازالي بالقانون الاول ديال الثيرموديناميك اللي تيقول لك الازالي يقول القانون الاول ديال الثيرموديناميك ترموز القهوه لا ماشي الثيرموديناميك لا خلي شوفوا شنو كيقول القانون الاول تفضل دغيا القانون الاول ديال الثيرموديناميك تيقول ان هناك نوعان ديال الطاقه في الكون الطاقه ايجابيه والطاقه سلبيه كون كان الكون ازالي كنا وصلنا للسكون الانتروبي وهادشي غير ممكن هذا شنو كيدل على تيدل انا الكون ماشي ازالي شنو دليل دليلني عنده بدايه شنو دليلك على انه عنده بدايه اش ماشي ازالي شنو عندي قلت لك هذا شنو هو دليلك على انه عنده بدايه ما دام انه هذه الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم شنو دليلك على انه عنده بدايه القانون الأول للثيرموديناميكا أختي واش القانون الأول بعدا كيقول لك أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم أنت كتهضر على القانون الثاني لا أختي هانتي شوف لا القانون الثاني هو اللي كتكلم في مجال مغلق أوكي القانون الثاني كتكلم عليه أما حنا كنهضرو على القانون الأول كيقول أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم اسمع زيد نكرنا بالهضرة الخاوية سي عرفات وكان واسمع اسمع صديقي وكان الكون الأزلي كون وصلنا ما علاقة هذا بوجود الإله نقدروا نقولوا أن هذا الكون مثلا أن هذا الكون منبثق من كون آخر هذا الكون منبثق من كون آخر وهذه عادي فرضية موجودة ما شوف دابا حنايا غتسمع تسلسل فعلي اللي يؤدي الى عدم وقوع الفعل فهمتيني تسلسل ماذا الفعلين يؤدي الى ماذا فعلين ما تعرفك الفعلين شنو الفعلين الخالقين فهمتيني اذا بقيتي غادي بيا وات من تكلم عن خالقين اخويا راه كتخوفك دابا اسمع دابا انا كنقول لك انه عندنا واحد القانون ديال الثيرموديناميك الحراري الاول كيهضر لك ان الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم هضرتي على القانون الثاني قلت لك حنا اسمعني واسمعني مزيان وعاد هضر
بغيت تسد المايك وخليني واخا تسد المايك تخليني نهضر باش باش انا خليتك تهضر عافاك واخا تسد لوغوي في المايك خليني تنهضر نجرب نسمع لهذه ولا نسمع لك اخويا عزيم اخويا خلي اخويا خلي اخويا خلي اخويا خلي لا خويا بغيت نسمع دابا الا قلت لكم يا راه ما اخويا ويف واش ممكن دير لي ميوت ولا شي حاجه نسمعوا النقاش اخويا راه ما لازم مرات اخويا راه هل بي كان سميتو حازم الرات فهمتيني تحزن فمو تتصمت ولكن بعد اسمع دابا فاتح الكنيسة دابا حنا هضرنا على القانون تاع الموديناميك الاول اوكي حنا حطينا انه فرضيات مثلا انه هذا الكون منبثق من كون اخر وهذا موجود شنو علاقة هاد الامور كلها بوجود خالق للكون انت هذاك الكون ما غاميشي ازالي وما كاينش شي كون ازالي لا 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 اعطيني الدليل ما كلامك مبني على اسمع واسمعني مزيان كلامك مبني على فرضيات ما عندها حتى شي دليل كون ازالي حتى هذا الكون هذا يكون ازالي حيت مرتبطين به احنا نتكلم عن العالم العالم بحد ذاته ازلي ازلي اختي كون انا ازلي كون صنع السكر اونتروبي يكون درس الخزاق كامل ونكون غداد شكا هزي مرة ما فيش نقصنا والله طيش كنا هضر اخر علينا راسنا خويا خلي يهضر عافاك اخويا ودابا انا باغي نستافد لايف خلي اخويا تناقشوا عافاك تفضل هذا الخرا هذا ماشي النقاش اخويا شنو مادام انك كتقول ان العالم مادام انك كتقول على العالم ليس بازلي شنو رايك ان هذا الاله خلق يعني من ذاته ام من غيره اختي هاد الخليقة غير منطقية حيت تستعمل القوانين اللي خلق الإله وتطبقوها عليه بحال قلتي لي الإله لا لا حنا كنهضرو على دابا الإله ماشي بوكيمون فهمتيني ماشي شي حاجة تتحول فهمتيني ماشي شي حاجة فيزيائية شي حاجة ما تقدرش تفهمها فهمتيني يعني دوك القوانين دابا شنو واش أنت خلق من ذاته أم من غيره وخلق الاله مثل تقولي الاله خلق نفسه راه انا مقلطه منطقي ما بقاش اله واش تفهمي الشريفه واش مثل العجيب ما كنهضرش على نفسي اختي بدا بحال قلتي ليا ان الاله هذه خلق واحد الحجره ثقيله منه الاله ما عندوش اصلا وزن والاله ما عندوش وزن وما كنهضرش عليا اختي داك القانون ديال السببيه ديال منين كتفهمني كتفهم انت يا منين كتفهم العدم قالت لك بلاتي العدم قالت لك الله منين خلق بنادم خلقه من راسه ولا خلقه من العدم ولا فهمتي هذا هو السؤال اللي طرحاته الا واش خلق قال لي خلق الانسان من راسه خلق الموجودات اوجد الموجودات ما هاد الموجودات كيف خلقهم الاله خشي انا قلت لك هو الاله باش تسولوني واش كنخاوي اوكي دابا واش ما عندكش دليل على وجود الله كاع في مره اختي انا قلت لك انا يا بما تبارك راه والله ما بغيت نناقش معاك راه كنبسط لك على حسب العقل ديالك ما قداش فهمتيني راه صافي راه سؤال باش ما تفهموش بالدارجه راه ما يمكنش والله ما يمكن الانسان خويا سلمنا صافي سكنا الله رجعنا للاسلام انا هذه شكرا والله الا كان نقاش زوين وحق الله شكرا لهذا هي ديال الهزيمة راه احسن من هذا الشيء اللي كان تيقول الاخ نقاش صعيب الاخر هذا صعيب هذا النقاش واحد ما عرفش الرب ديال المنطقه صاحبي كتقول له واش الاله صاحبي كان في مكان ولا ما كانش في مكان كيقول لك الله ما كانش في مكان ولكن كان في شي بلاصه شنو هي بلاصه ما عرفتش خرافه صح احنا ماشي مشكل احنا بغينا نتناقشوا معاه ونشوفوا الفكره ديالو كامل خويا كاش مشكل اصلا ديال اللي راه هنا كنناقشوا غير النبوه ما كانش شي ديال الله وداك التصطاطه ديال وجود الاله غادي نحط له غير تعدد الالهه غادي يحل فيها الا خرج منها انا ندير اللي بغيت كتلقى فرصه دابا وحنا عرفنا انه ممكن اما هو مسلم جاهل بالقوه ولا جاهل بالقوة وباقي ما عرفش أنه جاهل ولكن ولا راه لابس جلابة
فهو باش كاتب داك السمية ديال الكنيسة يعني خاصو شوية تضحك في عباد الله فهمتي، ما باش يهضر على وجود الخالق. والله ما بغيت نناقش معاه في خبارك، راه ما يمكنش الجهل ديالو يعني صراحة. انا عندي واحد الدليل يعني صراحة، عنده جهل مركب. عندي واحد الدليل مقوي، سير في حالك اصاحبي سير في حالك. عندي دليل الامكان تبي اسمع اسمع انتم دليل الامكان. دابا بغيت نعرفوا ان دليل الامكان والوجوب هو واحد الدليل ما قدر ينفوت شي واحد، وديما تريبين تطلع عند الملحدين وما يقدرش يجاوبوا. شنو هو الدليل؟ انا غادي نقول لك الدليل الامكان هو الدليل الذي يثبت وجود الله بانه واجب الوجود. فهمتيني شنو كيقول هذا الدليل الامكان؟ واخا انا جاي لك الشريف، راه طويل الشرح بزاف، راه أربعة ديال الصفاح. حريك تجعنا غتقرا لنا على أربعة الصفاح؟ غنقرا باش نثبت لكم. وسرا اشرح لينا، اشرح لينا، عطينا مختصر. يلا انا نشرح لك. قول لينا منين كتب، شنو هو نكتب جابد اين كتب ديال بن قسم شي كتاب هذا بي دي اف أغلقيتي ما عرفتي ديال الأشاعرة، ما عرفتي ديال سنة، ما عرفتي ديال شيعة، ما عرفتي لا لا امبريميش شي ديال ماتوري دي ما عرفتي واه ماشي ماشي كتاب، راه ماشي كتاب، راه ماشي كتاب، راه بي دي اف. يلاه باش ما تمشوش معايا، ولا ممكن تردوا عليه ربي ماشي مشكل، حيت بي دي اف راه ماشي كتاب. الاخوان بغى يقرا عليه، سير قول لينا عطينا المختصر، ما تبقاش من اربعه الصفحات. لا لا نقرا، عطينا 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 الفرق بين البي دي اف والكتاب اخويا. بي دي اف تجبدوا من الانترنت اخويا العزيز، ممكن كتاب يكون في شكل بي دي اف، كيبقى كتاب اخويا. تشتي اربعة الصفحات حتى هي بي دي اف اخويا، حتى البي دي اف كنجبدو من المكتبة. لا البي دي اف ما كنجيبوهش من المكتبة. ممكن ممكن تقول لي يطبعوا ليك. صافي تفضل. واش هاد البي دي اف عطاه ليك تريبين؟ شوف انت تخافو من تريبين. تريبين انا راني في اقسم بالله شنحتارمو حتى فهمتيني حتى شي. اجي نقول لك مصطفى الكنيسه، انت سني ياك؟ نعم سني. انا مسلم اختي العزيزه. لا سني وانا مسلم الشريف. اش من سني؟ واه جاوبني قولي، واش سني سلفي اشعري؟ لا ما تنتمي حتى شي طرف اشعري انت. انا اشعري. هو مش اشعري، العدم هو ماشي اشعاري، ولحقاش تريب غير هو اشعاري فهمتي. فالاله بالنسبه له هو ماشي هو الاله بالنسبه للسلف الصالح، يعني كيختلف في الصفات وكيختلف في الحركه، كيختلف في ديك الطوائف. المهم هو تيفرع على ملحده. لا لا حيت الله ديالكم ماشي هو نفس الله، كل واحد والله ديالو مختلف. وبزعته يلا نقرا عليكم هذا الشيء، واللي ممكن يرد عليا يرد. يعني كنت نقول لكم ان الدليل المعروف لاثبات وجود واجب الوجود، اي هو دليل الامكان، هو الدليل الذي يثبت وجود الله بان بعنوان انه الله هو واجب الوجود، اي ان وجود الله وجود ثابت بالضروره العقليه والتي يستحيل معها فرض عدمه. فهمتيني؟ غير ممكن. لا لا حنا ما كنسلموش بالضروره العقليه وجود اله. خليني كم يا اختي هذا المشكله ديالي، وعطينا المختصر واش تقرا علينا كتاب كامل. واش انت وطفاك مقول حتى نسمعوا لك انا تقرا علينا كتاب الاخر؟ راه بزاف مرتين الله يبارك فيك. واش ما قاديش وانت تقرا علينا كتاب كتاب صاحبي كامل تقرا علينا؟ خلي الناس تدور. انا كريزي دابا، غير تفرض علينا الموضوع ديالك. ويا ام كريزي. يلا خليني نكمل. يعني وراه ماكنتيش تقرا علينا، قول لينا دابا. تنقول لك علاش دابا ملي غنقول لك انا لا اسلم بان وجود الله بدنا الضرورات العقليه، وما تعرفش تجاوبني لحقاش نتايا كتقرا من كتاب، خاصنا نتناقشوا ونتحاوروا. وانا تنتناقش معاك ونقرا في نفس الوقت، شنو هو المشكل؟ وراه انا لا اسلم بهذه المقدمه اللي انت كتقولها لنا، ان وجود الاله بالضرورات العقليه. يا الله صافي واخا. واذا كان ذلك فلا يكون محتاجا الا عله توجده. تعرفوا دوك العلل؟ العلل بحال هو الكون والموجودات، فهمتوني؟ لا ماشي العلل، وهذا بخلاف الممكن الوجود.
وهو اللي ولا بغى يبان ها ما كيجيب داك الشيء معنا هاد القلاوه ديال دليل الامكان والله والزب وسير سير في حالك الله يرحم عليك المشكل راه ما فاهمش كيقول لا لا فاهم اقسم بالله فاهم. وهو الذي يكون محتاجا في وجوده الى عله التي توجد توجده يلا عليه نقدر لي هادشي فينا هو الاشكال اللي بان لكم هادشي غير منطقي يلا قلت لك انا لا اسلم بان وجود الاله من الضرورات العقليه علاش ما تسلمش انها ضروره علاش هو ما كيسلمش انها ضروره عقليه ولا شيء علاش قولي لي علاش وانا لا اسلم بها صاحبي لا اسلم بها عندك شيء عندك انك كتنقد لي لماذا انا لا اسلم بها تفضل وعلاش ما تفضل قول لي انها هي ضروره عقليه لا بد من وجود اله واه دابا اله اما بذاته او بغيره لا لا اسلم بوجوده من الاساس لا اقول بذاته ولا بغيره ودابا دابا فطار دابا اما بذاته او بغيره انا غنتصارت معاك وما غنتصارت معاك لانني لا اسلم بها صاحبي واش انت مطلق خصني تصنتي شي شويه ومن بعد صافي صافي سمح لي اسمح لي كمل كمل وكل ما بالغير اي ممكن الوجود لابد ان ينتهي الى ما بالذات ياك اذا واجب الوجود بالذات موجود صافي يعني دا هناك واحد الوجود يعني كاين ويلا نقضوا لي هذه يلا نقضوا لي هذه دابا باش تقولي الكون ازلي تقولي الكون انا واجب الوجود الكون ماشي ازلي يلا نقضوا لي هذا واجب الوجود بينوا لي ان هذا واجب انا ما قلت لك لا اسلم بالمقدمه ديالك الاوليه وكتقول لي ان وجود الاله بالذات او بالغير وانا لا اسلم اصلا بوجوده لك اسلم بالذات ولا بالغير هذا سؤال موجه ليك ودابا واش ما تتسلميش بواجب الوجود تفضل انا لا اسلم بوجود اله واجب الوجود ما تدويش كلا الاله واش تسلمي به ولا لا انا اعتبر ان الوجود يعني لا يحتاج الى 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 موجب يا جميل جدا دابا هذا الكون من طرف ديال الوجود ياك تنتمي للوجود ما لا واه الكون ازلي ولا لا اعتبره انا ازلي ما دام انه لا توجد اي اسم ما دام انه لا يوجد اي ديناميك صاف 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 افرحتك والله ورا لا توجد اي نظريه تثبت والله واسمع اسمع دابا حنا ما عندنا حتى شي نظريه كتبت ان هذا الكون هذا له مقدم واسمع والله تعالى ما تقول والله تفرحتك صاف 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 شكرا توجد الله غير مو ما انت شوفوا انت حمال اختي انت بغيتي تناقشي معايا انت في الـ في الـ في النصوص صافي راه تخيب عاد لا صافي سلمت صافي والله ما قديتو تجاوبي لا قلت لكم راك عيقتي يا صاحبي راه فرحتي لينا كرنا صاحبي هو بزاف وتاصل كرنا بغيناش نعرفوا هاد الخرا ديالك اصاحبي كاع ايوا على شحال لي الله يسدو سيرو تناسب بحال راه ما كتقول حتى لعبة صاحبي راه كتخوف صاحبي عرفتي جلبتهم تقوبة مسكين حراوة صاحبي شو صاحبي كيشوفوا شي فيديو ديال عصام حزقت وجاو هنا بقاو تقياو علينا صاحبي واجب الخرال اما صاحبي الاخوان انا رداني الناس واش لقيت الله هذا صافي راه اوجده لقاه الاخ اللي كان معنا قال لك الله كاين عز وجل خليته لي حقي من الله لا الله كبير كبير بزاف ما نقدروش نقسموه